من يعني هيك حلقات ما بتجيب مشاهدات كتيرة، لكن هي مهمة لأرشيف القناة، وهي لأول مرة يعني ما في حالة لا بالإنجليزي ولا بالعربي عامل اختصار لكل درجات الماسونية. نحن وصلنا للدرجة 21، أكيد أنا هلق في درجات تفتح أبواب أخرى، هلق منشوف في درجات معقدة، يعني مثلا في درجة بتعمق في المجوسية. أنا ما فيني أقعد أحكي بالمجوسية بشكل متعمق لأن ما عندي وقت يعني، لكن أنا قدر ما في عم جرب بلخص يعني. هلق في درجات طولت فيها زيادة عن اللزوم، لكن اضطريت يعني لأشرح أمور فلسفية فيها أو أمور دينية. فيعني أنا عم جرب قد ما فيني أختصر، وأعطيكم إذا بدكم الزبدة، يعني أعطيكم الزبدة من الماسونية. كما رأينا هي ديانة جميلة، رأينا بالدرجات السابقة في علامات استفهام على، يعني لما بلشنا درجات الروسكوا في علامات استفهام على بعض المفاهيم والأشياء، مثل في تلميح إلى قتل تارك الجماعة وفشل السر، وأوضحناه بالجزء الثاني. هلا بالجزء الثالث بدنا نفوت ب 21 لما فوق، أكيد ما في تركيز على الدروز بالدرجات المتقدمة، 22 مبنية على الدروز و25 أيضا، فما نحكي بهذه الدرجات كمان لكن بطريقة يعني بإيجاز. تحياتي للجميع، يعني تحياتي لأيموستي، تحياتي لبيك سموك، تحياتي لصبحي حبيبنا، تحياتي للكل اللي عم يحضرونا. إيه صحيح، درجة 22 اللي هي نايت رويال أكس أو برنس أوف ليبانيز، و هلا بنحكي فيها، هي درجة 22. بس خلينا أول شيء نحكي بدرجة 21، ونحكي أي درجات مهمة أو لا. هلا في كم درجة راح تجينا، هي يعني درجات إدارية، يعني ما فيها القصة الكبيرة وراها يعني، لكن راح نحكي فيهم أيضا. فهلا نحن ندخل إذا بدكم بالكولومز أو ما يسمى الكومبوزيت، ندخل في الدرجات اللي هي مستوحاة من جماعات أخرى وجماعات متعددة، منها مسيحية، ونرى الدروز وسوف نرى فرق أخرى حتى يعني في درجة منبثقة يعني من البدو العرب. هلأ نحكي بهذه الدرجات. طيب، فعندنا درجة، خلينا نبلش بس لأشرب شوي. الدرجة 21، وهون كما قلت بالدرجة اللي قبلها اللي هي بترجع درجة 20، بترجع للليل الديني، بترجع للأديان القديمة. في تحذير من هذه الدرجة إنه عم بيصير فيها ذل للأعضاء فيها. هلأ نشرح ليه. هي يعني هي الدرجة تسمى النوشيت أو براشن نايت، وهي يعني براشا هي بروسيا، لكن الفرقة يعني هي الفرقة أساسا هذه كانت في ألمانيا وثم انتقلت إلى بيروسيا، وهودي كانوا هن مثل قوات خاصة، يعني كانوا فرسان لكن مثل قوات خاصة مهمين عندهم سلطتهم بأيام الصليبيين، وهم كانوا الفرسان البطرك نووشيت أو بالعربي نووكي. بألمانيا عرفوا بالهولي فهمة، وببراشا عرفوا بالبراشن نايتس أو ب يعني قوات البطرك نوشيد. كانوا كل شهر عند اجتماع سري بيعملوه في الغابات، يعني وقتها يكتمل القمر بيجتمعوا بغابة محددة كانوا كل المسؤولين وبيلتقوا. لهيك المعبد بهذه الدرجة، المعبد اللوج الماسوني، شو بيكون اللوج الماسوني؟ بيكون في ضوء واحد يرمز إلى ضوء القمر، يعني هو اللوج بيكون مسكر، اما هنا اكيد اللوج تبعهم كان بالمفتوح. يعني هلق ما نشوف حديث اكثر عن فرق ثانيه كانت تجتمع في الهواء الطلق وشو راي الماسونيه في هذا الامر. فلكن على كل حال، فاللوج بيكون في قمر، ويعني كمان على هيئه غابه، يعني هني بيجتمعوا بالغابات، وكانوا يجتمعوا كمان لياخذوا قرارات. انه هني هاي قوات البتراك تصفي ناس، يعني هي تصفي ناس داخل الصليبيين فاسدة أو مجرمة أو ما إلى هنالك، كانوا يصفوا ناس. لكن كمان لما كانوا يجتمعوا كانوا يحكوا، القصة المركزية عندهم كانت قصة بابل، يعني تاور أوف بابل، قصة برج بابل. يعني كانوا يعتقدوا إنه الإنسان لازم يحذر إنه يجرب يكون الله أو يجرب يوصل لله، يعني الإنسان لازم يتواضع في بحثه عن القوة، لأنهم كانوا أقوياء ساعتها، يعني كان عندهم كانوا أصحاب نفوذ.
لكن بهذا الطقس بهذا الدرجة يقام الطقس، وهو بصيروا المسؤولين يحاسبوا ناس معهم بالجماعة على أخطاء هن عملوها، ليعيدوا إحياء يعني درجة 21، ليعيدوا إحياء فرسان بروسيا. هنا يقع الإذلال واستعباد وإشياء هيك. فهنا ألبرت بايك يحذر كما رأينا بالدرجة 20. فهون في ناس صاروا يطبقوا هذه الدرجة، بس يطبقوها بطريقة إذلال، يعني يعملوا محاسبة ومحاكم تفتيش بداخل الماسونيين يعني. فهنا يعني وقعت الإشكالية. فالدرس الأهم يعني من هذه الدرجة هو الابتعاد عن الغرور و جنون العظمى والعودة، وأكيد يعني أهم قصة تقال في هذه الدرجة هي قصة برج بابل. حين قام البشر ببناء برج للوصول إلى الله، قام الله يعني في عجز ألسنتهم عن التواصل مع بعض، فما قدروا يعمروا البرج وسقط البرج عليهم. يعني هذه القصة باختصار. فهذه القصة المحورية في هذه الدرجة، لكن هي كما قلت مبنية على جماعة، وهنا نرى جماعة فرسان صليبيين كانوا ببيروسيا. طيب نصل هلا، يقبرون الدروز. نصل إلى درجة هي 22، هي تسمى Prince of Lebanon or Knight of the Royal Axe. وهنا اللوج الماسوني يشكل على شاكلة بيت نجارة في لبنان، مش بسور، مع انه الهندسة كانت بسور، لا، يشكل على بيت نجارة بجبل لبنان، وبنحط فأس لأنه كانوا ليجيبوا الخشب ليبنوا معبد سليمان. كانوا ينظم هذا الخشب في جبل لبنان يعني، ويقص في الفأس غابات الأرز اللي هي بعدها موجودة بالشوف، هي أكبر محمية أرز في لبنان، هي بالشوف محمية الباروك. فهذا الطقس، وحتى يعلق صور جبال للبنان وأرز للبنان. ويقال يعني حسب مصادر الماسونية نفسها أنه هذا الطقس أخذه الصليبيين من الدروز الذين هم بنفسه أخذوه من أولاد سور، أو أخذوا درجة مشابهة له من أبناء سور. وهنا تيموثي هوغن اللي هو يعني هو درجة 33، هو رئيس يعني حراس المعبد اللي هن هاودي علامتهم، هذا هو رئيس حراس المعبد بفرنسا بباريس. هو بأولها بيقول طيب الدروز ليش اسمهم بني معروف؟ ما حد بيعرف. هناك من جاء في حال في ناس جربوا يربطوها انه اسمه بني معروف لانه من قبائل معروف بالسعوديه، هيك اكيد كلام كذب. ناس جربوا يفسروها بطرق مختلفه انه الدروز معروفين بيعملوا معروف للطوائف الاخرى او للناس الاخرى. ففي كثير صار في حكي من هذا النوع. اما هوغن شو بيقول لك؟ تيموثي هوغن بيقول لك بني معروف لان حرام عمل معروف، الملك حرام عمل معروف للملك سليمان خلاه يستعمل خشب أرز لبنان، فالدروز هم من قطعوا هذا الأرز وزبطوه ونجروه مع أولاد سور يعني. يعني مش ضد الدروز نفسهم، بس أجداد الدروز يعني أولاد سور اللي أخذوا منهم دروز هذه الدرجة. فلهكذا سميوا ببني معروف، أي معروف حرام إلى سليمان الحكيم. فهنا وكلمة Sons of Labor أو بني معروف مذكورة في هذا الطقس أيضا. اوكي، هلا ندخل بالدرس الاهم منه وما الى شابه، بس لاحط المصادر. يعني هون عم نشوف مصدر من البرت بايك بيقول لك The Institution of Colleges upon Mount Lebanon، يعني جبل لبنان، المدارس في جبل لبنان. The Institution of Colleges upon Mount Lebanon was perpetuated by the Druzes. فيعني اذا بدكم هذا الطقس أو هذا العلم كان مأخوذ، كان مطبق من الدروز. From whom the crusaders obtained a knowledge of this or a similar degree. ومن الدروز أخذ الصليبيون معرفة في هذا الطقس أو طقس مشابه. يعني هنا يسمى الدروز بشكل واضح عند ألبرت بايك، وأكيد بكتب التفسير الأخرى كمان أيضا يذكر الدروز ويذكر جبل. فالدرس الأهم من هذا الطقس هو يعني أن على رجل الدين أن يعمل، يعني
مهما كنت اي كنت مركز كرجل دين، اذا بدك تقعد كل نهار وتفتي وما تفتي، يعني انت سياكلك الخمول، والخمول تاتي في الرذيله والفلتان. فانت عليك دائما ان تعمل، لانه اساس وجودك بهذا الارض هو العمل. ما انت حسب الاديان الابراهيميه الله بقاصصك بيقول لك بدك تعمل وتشتغل لتجيب خبزك اليومي. فانت كرجل دين شو قاعد لي بالجامعه وبالكنيسه مثلا؟ انت لازم تشتغل. والماسونية بفسرها حتى بتفسير ألبرت بايك هي أساسها العمل، ما هم البناؤون. فالدرس الأهم على رجال الدين يعني، ودروز عندهم هذا الشيء، بتلاقي كل رجال الدين تعمل، ما في درس رجل دين بيفتي أو رجل دين بيقعد بمحل وأنت تجي لعنده. حتى رجل دين هلق ما نشوف بأعلى يعني، هو بيلبس العمامة المقورة بيكون عنده عمل يومي أيضا. هلق ندخل بهذا الموضوع، غير الرجل المسيحي الكوري اللي بضل بس بالكنيسه، هي بيعترف له، هي ما بعرف شو، وغير المسلم اللي بيفتي او بيعمل امام جامع وما بيشتغل شيء، يعني بيكونوا كرشه قدامه مرفخين بزازه يعني. فهنا يعني الدرس هو انه كنت كامير لبنان، هو ببيت النجاره بيكون في امير، هو امير لبنان بيكون عم بيعمل بهذا الطقس. فانت كن مثل امير لبنان، يعني لو وصلت الى اعلى الرتب واعلى المراكز والثراء الفاحش خليك عم تعمل، لأنه العمل بنفسه بينظفك، العمل بنفسه بينقيك وبيبعدك عن الرذائل والخمول. ونرى هذا مطبق عند الدروز، يعني هذا مثلا الشيخ محمد جواد الملقب في أسد الشوف، لأنه هو كان يحمل سلاح وشارك بالحرب الأهلية، يعني كان من القادة هو، ومنه كان رجل دين، وكان شغله اليومي. وانتم كيف بتعرفوا، وانتم في ناس بيفكروا انه الشيخ العقل عند الدروز هو اعلى رتبه، وهذا كلام كذب. الشيخ العقل بيهتم بامور السياسه وبعينه السياسيه الدروز، اما هذا الشيخ هلا حاليا الشيخ امين صايغ في خلوات البياضه، اللي بيكون لابس عبايه مقلم ابيض واسود، وبيكون لابس قبوعه هاي المكوره او المدوره بسموها الدروز، هذا بيكون اعلى رتبه، وهي بس بيكون ينقى من واحد لخمسه منهم في لبنان، وهن بيكونوا اعلى رتبه في كل الدروز حول العالم، اعلى رتبه. وهو بيكون مسؤول المسائل الروحيه يعني، وهو اذا بدكم القائد الاعلى يعني للدروز، يعني مثل البابا عشوائي، بس ما بيتدخل بالسياسه كثير يعني، لانه هو برايه الروحيات اهم من السياسه، فهو بيكون بعد شوي عن السياسه، بحاول يعطي راي يرضي الجميع، ما بيتحيز سياسيا، لكن هو هذا اعلى مثلا قراره من قرار وليد جملاط او قرار زعماء الدروز. هذا مرجحيه روحيه مهمه جدا عند الدروز. فمحمد جواد مثلا كان شو، كان يشتغل بالنحل، كان عنده عسل، كان يجي الناس ياخذوا منه عسل، هاي كان شغلته، هاي كان رزقه. فهون هاي فيديو له بس ما فيش العبه، بيكون عم يهتم بالنحل وعم بيحكي عن النحل، وبيعطي فلسفه من النحل، بيقول لك النحل ما في اودع منها في الطبيعه، ما بتاذي حدا، بس ساعه ما تعتدي على بيتها للنحله بترد لك الاعتداء لو بدها تموت. وهكذا الدروز، هاي فكره النحل موجوده عند الدروز، نحن مسالمين، لكن بدك تيجي تمس فينا ما نرد لك اياها، ما نعقصك يعني. فهي كانت فلسفه محمد جواد، وهو كما قلت كان شيخ روحاني، وهلق الشيخ امين صايغ هو المرجعيه الاعلى للدروز حول العالم، وهو موجود في خلوات البياضه. فهذا مطبق لليوم من الدروز، كل رجل دين عليه ان يعمل. وإذا ذكرته وقت صارت حادثة مع حزب الله بالشوية، في شيخ درزي هو رئيس بلدية شوية كان عم ببيع، عنده مثل على بسطة تين، كان عم ببيع تين على طريقه، اجوا جماعة من حزب الله يجربوا حالك شو فيه وما بعرف شو، هو ضلوا يبتسم له، هو رئيس بلدية شوية. يعني على كل رجل دين درزي أن يعمل، فيش إنه رجل دين وظيفي عند الدروز أبدا. وهذا ما يفرق الدروز عن الشيعة والسنة والمسيحيين في لبنان، يعني في مسيحيين بيشتغلوا ورجال دين بيشتغلوا موجودين، بس الغالبيه ما بتشتغل، الغالبيه بصير رجل دين وبيقبض من السعوديه او بيقبض من ايران، اما الدرزي مستحيل، الدرزي بدك تصير رجل دين هذا شيء ما، لكن انت عندك الدنيا بتهتم فيها، عندك شغل لازم تهتم فيه. طيب خلينا نشوف اذا في اسئله ونفوت بالدرجه 23. دقيقة بس، أنا مش مكبر الكاميرا. بيك سموك عم بيقول ظل الأعضاء ذكروا بحسن البدر، كانت حسن البدر. صحيح.
تحياتي لأخنا الحبيب البطل محمد عرفي، محمد عرفي فوق رأسنا. آه لا، هو بعت لي محمد على الفيسبوك، أعتقد هذا حسابه، خليني أتأكد. إيه هذا حساب محمد، بعت لي محمد على الفيسبوك، هذا حسابه محمد. يمكن حساب آخر بس هذا حساب محمد. الدروز عندهم فزعة، هي مثل النحل يعني، بيهجموا كلهم سوا، بتعتدي على واحد منهم بتلاقيهم كلهم هجموا، مثل النحل يعني، مثل خلايا النحل يعني. فهذه هذا مترسخة بالفلسفة الدرزية عبر القرون يعني، من ألف يعني بال 1860 رأيناها وقت صارت الأحداث المشؤومة وقت بسويدا وخطفوا نسوان داعش واستردوه، كمان شفناها يعني. دروز كلهم بيهجموا سوا، يا دروز فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا قلب واحد يعني، ما عندهم تفرقة حتى لو الجيولوجيا فرقته. طيب لا لا، هذا عرفة مستي، هذا عرفة، حكينا عرفة على الفيس، هذا عرفة بس فايت بحساب آخر، هذا حساب الاحتياطي. هلا عم بيحكيني عرفة على الفيس. طيب انا مش عم شوف الكومنتات منيح. هلا الدروز بيشدوا على بعض بس بيشدوا على الجميع، ما ياما هجموا الدروز من شان ناس اخرين يعني. سلطان باشا الاطرش عمل ثوره ضد فرنسا بسوريا من شان احمد خنجر اللي هو غير درزي، كان عنده ضيف واجا في واحد فرنسي بده يخطبه عنده وهو بالبيت، فغضب سلطان باشا الاطرش وانطلق ثوره الدروز وقتها يعني. بيشدوا على بعض الدروز اكيد، بس كمان يعني معروفين بالمعروف، المعروف هو للغريب يعني. اذا واحد مثلا بيجي لعند دروز سوريا من حوران مثلا بحاجه لشيء، بفوت على المحل بنقش ما بده بيطلع بدون ما يدفع فلس، هاي معروفه عن الدروز. فيعني عندهم يعني في اكيد عندك انسانيه وتعلق وحفظ الاخوان داخل الجماعه، لكن عندك ايضا المعروف للغير، هذا مهم. لكن اكيد الدروز متقوقعين اكثر من مثلا الماسونيه، الماسونيه بتحلم بالعالميه وعندها افكار عالميه، الدروز لا، الدروز يعني على الجبل يعني، يعني بتطلع على اولاد الجبل اول شيء. طيب حتى نانو تمام عند الدروز. دروز عندهم قصص كثيره هيك، حتى في ابا الشيوخ كمان كان هو يعني سعودي من البدو من الحضر، كمان وقت اجى عند الدروز وتصاوب عندهم، هجموا عليهم بنو صخر كمان عرب، وهو تصاوب، هو قتل مع الدروز وتصاوب، الدروز ما خلوه يفل، عملوا له مثل كرسي يحملوه ويوم يغدوه عند هي ويوم تاني عشوه على محل تاني، يوم يغدوه عند هي، وضلوا مهتمين فيه لاشهر عديده. بعدين هو يعني اشتاق لبلاده، صار بده يرجع على السعودية، فعمل قصيدة وقته شكر فيها بني معروف. فدروز عندهم هيك قصص ليوم يومك يعني. طيب هلا بنحكي عن التشيف اوف ذا تابرناكل، مع انه هذا شوية، هاي الدرجة انا شوي حيرتني بكم موضوع هلا بنحكي فيهم. ومن رحب باختنا سلسال عمر اعتقد اسمها. عدد الدروز تقريبا اليوم حوالي المليونين، 700 ألف أو أكثر شوي سوريين يعني، منهم بسوريا ومنهم بفنزويلا مهجرين. بلبنان نحن صرنا حوالي 400 ألف، بس كمان قسم منا كتير مهاجر يعني، ضياع الدرزية بلبنان شبه فارغة اليوم يعني، بتلاقي فيلات وقصور بس فيهاش حدا يعني، فيها وطير بس. بفلسطين المحتلة الدروز صاروا حوالي 150 ألف يعني، هو عندك 1,100,000، وعندك الدروز بالأردن كمان أعتقد، مش مأكد قديش رقمهم بس يعني بالآلاف، بعشرة الآلاف. وفي عندك الجالية الدرزية بالبرازيل وبكندا وبأمريكا، وهودي كمان هودي صاروا بيطلعوا، صاروا يوزر يعني، تقريبا حوالي 2,000,000 يقال يعني، بيرجح أو يعني بين 1,500,000 لـ1,000,000. تحياتي محمد عرب. طيب
هلا هذه الدرجة مثيرة للاهتمام وغير مفهومة، في أشياء فيها غير مفهومة. هلا بندخل فيها. هي أساسا مبنية على اليهود، هي مبنية على اليهود، رؤساء القبائل اليهود. لكن الخيام التي تقام كما الخيام العربية، وخصيصا الخيام البدوية. يعني بيقام في اللودج خيمة بدوية، اوقات يعني خيمه بنص اللوج، او كذا لوج صغير، اللوج كله بصير خيمه. وبيكون موجود بهذه الخيمه تابوت العهد، او هو الارك اوف ذا كوفننت. طيب انت بتفكر، طيب رح يكون التركيز مثلا بهذه الدرجه على الديانه اليهوديه. يعني هن كانوا عم يحكوا عن جماعه موسى، وخيمه الخلوه عند موسى الذي كان يلتقي فيها موسى مع ربه. وقال لما يحيي ربه بيطلع خيمة، بيطلع دخان على باب الخيمة. لكن بهذه الدرجة بالعكس بتلاقي تركيز على الأديان السومرية والبابلية. يعني بهذه الدرجة ندخل في جذور الديانة اليهودية، من أين أتت، التأويل فيها، يعني كل هذه الأمور. مثلا بيصير فيها بهذه الدرجة تركيز على الرقم 7، كما ذكرنا بالمجالس السابقة. شمعدان اليهودي ما هو فيه 7 كواكب، يعني كل شمعة هي كوكب. الشمعة النصانية هي بتكون مرتفعة هي الشمس مثلا، والشمعة على الأخير على اليمين هي القمر مثلا. فيعني بيدخلوا برقم 7 وال7 ملائكة الرئيسيين و7 العوامل التي تتحكم في هذا العالم. ففي كلام عن 7 وتجزئة الكون إلى 7. وحتى يعني اعتقد الموسيقى كمان 7 نوتات وهالاشياء. يعني بتفوت بهذا العمق، وبتدخل في اساس يهودية. اساس مثلا قصة ادم وحواء هي من البابلية، اليهود سرقوها من البابلية. يعني ادم في البابلية، ادم هو ملك، اول ملك، مش اول انسان، اول ملك. وحواء هي 6 الضلع، في وحدة اسمها 6 الضلع، هي يتكون شيء من ضلعها في الميثولوجيا البابلونيين، يعني البابلية. ويعني أشياء أخرى يعني في الدين السومري أخذت من اليهودية، يحكوا عنها كثير في قناة خاينة أبو يوسف بشك ويقين. فبهذه الدرجة في تعمق في السومرية وهذه الأديان القديمة الذي استقت منهم اليهودية. وبيقولوا لك اليهودية شو عملت، من كل دين وديانة، بسبب انت اليهود إلى مناطق عديدة بالعالم، فمن كل ديانة استقوا شيء. هذا ما جعل الدين اليهودي مميز. يعني حتى اليهود وضعوا نفسهم في مصر بين فراعنة مصر، مع أنه هو موسى لم يكن موجود حتى في مصر. لكن هن طعموا دينهم بكذا شجرة، طعموا ديانتهم بكذا ديانة، ما جعلهم ديانة لوقتها. يعني كانت ديانة مميزة، هلأ يمكن اليوم صار ديانة متخلفة، بس وقتها كانت ديانة متميزة. فالدرس الأهم هلأ في كل واحد، هلأ من لما يشوف هيك صعب الواحد يلاقي درس، يعني هو شوي درجة غامضة، يعني مش واضحة. لكن أنا لقيت الدرس الأهم من هذه الدرجة، أنه أعرف أصولهم من ما كفروا، من ما هن يعني من ما كفروا، أعرف أصولهم من ما كفروا. يعني أي دين مثلا الإسلام مستقي جذوره من الزرادشتية، شو بيروح بيقول لك؟ بيروح بيقول لك انه الزرادشتية هي كفر وهي شرك في الله، بس بتلاقي صلاته هي صلاة الزرادشتية، بتلاقي كثير من ما يؤمن فيه مثلا انه النيازك يبعثها الله لتقتل الشياطين، هي موجودة في الزرادشتية ايضا. فهو لا يخبي على اصول دينه، يعني لا يتم التراب وراه، بيقول لك هودي كفار، ما تدرسهم، ما تدرس الهندوسية مثلا، مع انه بتلاقي كثير من عوالم الهندوسيه موجوده بالكعبه. الحج نفسه هو طقس هندوسي، هذا الفرج الاسود اللي حاطينه على زاويه الكعبه، ما هذا التناسليه للاله شيفا، قضيبه وكسه يعني نفس الوقت. لكن هن القرامطه كسروا القضيب، فضل شويه حجاره وضل الكس يعني. فانت لما بتدرس اديان وتتعمق في الاديان، عليك ان تدرس بما كفروا، لانه هن يكفرون جذورهم ليخبئون اصلهم الحقيقي. هذا المقصد من هذا الامر. انا هكذا فهمت الدرجه هذه، في ناس يمكن يفهموها بطريقه اخرى يعني، بس هي فيها تعمق في الاديان القديمه
والكلام انه كيف اليهوديه طعمت في اديان اخرى في نشاتها. خلينا نشوف اذا في اسئله وبندخل في الدرجه الرابعه والعشرين. ال 24 بكفي 23، يعني هاي تشيف اوف ذا تبرناكل ديكي برنس اوف ذا تبرناكل. بس لنشوف اذا في اسئله. نعم، مثل ما عم بيقول محمد عرفه، اليهود فعلا كانوا يسرقوا، يعني اليهود بيسرقوا قصص من حضارات قديمه وبيعملوا نفسهم فراعنه وملوك عظام. يعني التابرناكل هي الخيمه، يعني التابرناكل هي خيمه الخلوه اذا بدكم، هي او المعبد، هي خيمه موسى الاولى. وهون كمان ايضا في موضوع انا نسيت اذكره بال 23، في ربط ما بين خيمة موسى بالعربي بيسمون السيكاثيون، وهن السيثيانز. السيثيانز هن كانوا من بلاد ما بعد البحر الأسود، كان عندهم طقس عند موت شخص ما، يعني بالمأتم كانوا بيدفنوه بغسلوا إيديهم، بعدين بيجتمعوا بجمعة بخيمة صغيرة ليعملوا شيء، ليعمدوا روحهم، لينطفوا روحهم من موته، يعني بكونوا حزنانين عليه يعني او شيء هيك، يعني فيها فكر وجود يعني. فبيجيبوا حجر سخن وبصيروا يكبوا عليه بذر القنب بيعطي دخان، فهني بصيروا يهلوسوا بهذا الدخان، بصير عندهم مثل رؤى دينيه، او بصير يعني بحسوا حالهم منتعشين مثلا او مسطلين يعني. فهيك كانوا يعملوا السيفيونز او السيكاثيون بالعربي. بقصة موسى والتابرناكل أو خيمة الخلوة نرى نفس الشيء، يعني نرى أنه لما يكلم موسى ربه هو بيطلع دخان، يعني بتلاقي النار والدخان مرافقين موسى دائما. حتى لما هذا العشب المحترق، الشجيرة المحترقة، البيرنينج بوش الإسلام بيسميها بقعة مباركة، كمان الله يظهر لموسى بنار ودخان. يعني شو السر هذا؟ يعني هل التحشيش للرؤى الدينية؟ هل لانه هو كانوا ووكينج شامانز، يعني كان السيكاثيون مثل الهنود الحمر، بيروح من محل لمحل ويقال عنهم الشعب الذي يمشي وتمشي الغيمه معه، يعني بيكون عم يحشش وهو ماشي يعني. وهنا في رابط بين السيكاثيون، يعني هن قرابي مع الثريزنز اللي كانوا باليونان، كمان معروفين انه هن ووكينج شامانز ومحششين ايضا. ف بقصه موسى يعني حتى هذا الارك اوف كوفننت، تابوت العهد، ما كمان يقال انه لما يكون الله عم يتواصل مع الخاخام اللي بيدخله للارك اوف كوفننت مره بالاسبوع او مره بالشهر، بيطلع دخان، بيكون ظهر الله له. يعني في ربط بين الله والدخان والنار في الديانه اليهوديه غريب، مع انه في اديان قريبه، يعني مهن السيثيانز كانوا ببلاد الفارس يعني وبلاد الهند وبلاد المحيطه يعني، ففي قرابه يعني جيولوجيه. وهن مهن اليهود انتقلوا الى العراق، فكانوا على احتكاك مع شعوب أخرى مختلفة استقوا منها يعني. طيب، صحيح، في يعني في شيء غريب كمان حكيت عنه أنا بالحلقة عن الدروز، إنه عند الأديان الإبراهيمية عادي الله يظهر بشجرة أو يظهر بنار أو بنمل أو بهدهد أو بدخنة عادي. بس إنه إذا بتقول إنه هذا الإنسان، هذا الشخصية التاريخية هي انعكاس جزئي لله، لا، هذا كفر وشرك بالله. يعني إنه ليش؟ يعني إنه لا، حرام على الله يعكس حاله في إنسان، بس حرام على الله إنه، أو مش حرام وحلال على الله، أو مش حرام على الله يظهر بنار أو يظهر بنمل أو يظهر بترابي أو يظهر بصخرة. عم تحكي يعني ما بقى، يعني كأنه ظهور الله في الجماد عادي، بس ظهور الله في إنسان هذا شرك يعني ما بقى. طيب، خلينا نرجع للحلقة. طيب، فهل صرنا بأمير التبرناكل أو أمير الخيمة أو أمير المعبد؟ فهوني في دخول في رموز الأديان. يعني أول شيء دخلنا في أصول اليهودية بالأديان الأخرى، هوني في تعمق برموز اليهودية والأديان الأخرى في الأديان القديمة. يعني فالدرس الأهم أن رموز الأديان القديمة لها معنى بعيد عن المفهوم السائد، لكن فقد هذا المعنى مع الأيام وصارت
الأديان الجديدة والماسونية وغيرها تستعمل هذه الرموز خارج محلها الأساس. وإذا بنشوف القدام العلامة هون، أكيد صورة معقدة شوي، بنشوف التشيروبيم الأربع ملائكة، بنشوف الدائرة، دائرة مهمة دليل الروحانية، بنشوف النجمة المسدسة. هاك شو معنات النجمة المسدسة؟ وفي صليب، صليب بوسطها. النجمة المسدسة إلى كذا تفسير، لكن يعتقد أنه ضاع المعنى تبع. في الأديان مثلا الهندوسية تستعمل دليل الزواج، لأنه التريانجل إذا شايفين معي، ما أعرف إذا مبين الماوس تبع على الشاشة، التريانجل المثلث لفوق هذا دليل الرجل، دليل الذكر. أما المقلوب لتحت باللون الأسود هذا دليل الأنثى، يعني هو دليل على الرحم. فالتقاء الاثنين هو دليل على الزواج أو التزاوج مثلا. في تفسيرات أخرى إنه المربع مثلا هذا لفوق يرمز إلى النار، أما لتحت يرمز إلى المياه، لأن النار تصعد إلى فوق والمياه تشر يعني من الغيمة إلى الأرض مثلا. ففي تفاسير كثيرة، فأنت بتدخل تتعمق أكثر في رموز الأديان وأين تجدها في الأديان القديمة. نحن رأينا في كمان بدرجات القبل في عن الصليب والشمس، اقتران الصليب والشمس مثلا، بتلاقي الصليب في حضارات متعددة على أشكال متخلفة، عند البوذيين، عند جماعة الفيداس، عند كثير أديان، يعني عند المسيحية، عند أديان الأوروبية، أديان الاسكندنافية وغيرها. فهيك يعني، فبقول لك أن رموز الماسونية هي من الأديان القديمة لكن حرفت وفقد معناها الأصلي. اليوم حتى الماسونيين بقول لك بتفاسيرهم لرموزهم الحالية هم ضائعون، يعني في كثير تخاريف وكثير من الحقائق ضاعت، لأن الأديان سابقا كان عندها قصة فريدة فيها ضاعت مع الوقت. فكان الرمز لهذه القصة أو كان رمز لهذا المفهوم على هذه الأديان. أنت اليوم ما فيك ترجع في التاريخ، فأنت اليوم تطلع على رسمة أو عمل معين أو رمز معين وتفسره كما عالمك اليوم. أنت ما بتفهم هنا عالم حينها ماذا كان عليه. ففي هناك مثل في يعني حائط لغوي، في بارير، في هناك عائق لغوي لتعرف هنا عن شو كانوا عم بيفسروا بهذه الرموز. وفي هناك مثل عندنا مثل اخواتنا عند ابو يوسف بقناه شك ويقين بيفسرون انه هودي علامات مثلا مخلوقات فضائيه مثلا. معقول يكونوا هودي تواصل بشر مع مخلوقات فضائيه مثلا، فلهذا كانت هذه الرموز تخفي مثلا هذه الاسرار. ففي يعني فهنا بتدخل في عالم الرموز والحضارات القديمه، وهل هي كانت متقدمه او هل هي كانت غير متقدمة، كل هذا الجدل يعني. وكمان كما ذكرنا الشمس والقمر، بنشوف انه الأديان القديمة كانت هي فعلا تعبد الطبيعة، فالآلهة كانت بكل حضارة تجد آلهة تمثل الشمس والقمر. مثلا عند الفينيقيين بعل هو كان الشمس، وإشتار كانت هي القمر، أو عشتروت أو أستارتي كانت هي القمر. عند المصريين أوسايرس كان الشمس وأيسس كانت القمر. وكمان بالأديان الأوروبية، يعني هلأ لا أذكر الأسماء، بس كمان تجد إله للشمس وإله للقمر. طيب، وكمان في عندك البيضة، هي كرمز ديني تجده عند كثير من الأديان. هلأ بندخل فيهم. طيب، البيضة اليونانيين وفرقة هذه اللي كانت تعبد الديناصوس، كمان بتلاقي الأورفيك أج إنه العالم خرج من بيضة، وهي خرجت يعني أفعى، وهي الأفعى أصبحت العالم، رأسها أصبح الجنة وجسمها صار الأرض وديلها صار جهنم. هاي ببعض الأديان اليونانية أو الطوائف اليونانية مثلا.
عندك بالهندوسية الكون أصله من بيضة، حتى يعني قبل الإعجاز العلمي في القرآن اللي عملوه الإسلام، هن الهندوس كانوا يعملوا كمان إعجاز علمي بالهندوسية، وكانوا يقولوا ما نحن البيج بانج أو الانفجار الكبير نحن حكينا عنه في كتبنا الدينية، مع إنه هاي مغالطة منطقية اسمها تكسس شربشوت الفارسي، عم بتقارن أشياء مختلفين وتقول إنه فين وجه شبه فهم نفس الشيء. لكن كانوا يقولوا إنه أنتوا عم تقولوا العالم بلش من وحدة صغيرة هي البيج بانج، نحن عندنا بالهندوسية العالم كله إجا من بيضة. فكمان يعني، وكمان نحن قلنا انه اقتران النور في الله، فالبيضة والصفارة يقارن في النور، فلهيك خروج العالم من بيضة يعني هو يعني كانت مثل رمز لولادة العالم. وهون عم تشوفوا بيضة، ما بعرف اذا اهريمان معنا بالتشات، هو لازم يعرفها هي. شو اهريمان معنا؟ ما بعرف أهلي، ما مش معنا كان، بس لازم يعرفها. شو طيب هيدي بيضة بالزرادشتية، وبقولوا من نصها إجا المي وفوق إجا الهواء، يعني العالم بالزرادشتية عند خلقه حوطه أهورا مازدا ببيضة، فقسمه وجزأه هو في داخل بيضة، وثم انبثق العالم. هيدي بالفكر الزرادشتي مثلا. فكمان هون نرى البيضة، البيضة الكونية أو الكوزميك إيج كرمز موجود في الأديان القديمة. ففي بهذه يعني هذا مثال واحد، يعني بهذه الدرجة نتعمق في كل الرموز الدينية ونرى تكرارها إنه هي موجودة بكذا دين. هلق ما ندخل بالدرجة 25، هي مهمة، هي كمان هي مبنية على الدروز وبعدين عدلت لتكون يعني لتحتوي الصوفية أيضا، فما ندخل فيها هلأ بعد شوي، بس لأخذ بريك صغير. خلينا نشوف إذا في أسئلة أو ما شابه. إيه أهريمان بضلوا عند عالم ألسن، إيه بضلوا عند عالم ألسن، ما مش عم بعرف ليش. يقطع بداره. انا بعرفش ليش عم يتعب صوتي، كنت ضاين اكتر، يعني هلا قصرنا بس 40 دقيقة، بس هالايام عم يتعب صوتي، تخمين عم دخن كثير او شيء، عم نفسي صار اضيق، بعرفش ليش. حتى لما اركض صرت عم يعني ما بتعب، جسمي بكون عادي، بس بحس مش عارفين اتنفس، بس عم ندخن كثير يعني عم بس انا بدخنش سيجار، بدخن بايب، بس عم دخن منيح. طيب ايه، فهيك هلق ما ندخل بدرجة البريزن سيربنت، وهي الأفعى البرونزية البعث فيها موسى، وهي بشبه المسيح حاله فيها. هلق هيدي الدرجة بتلاقي بكتب التفسير الماسونية في مثل يعني مسترين عليها جماعة، حاسبين مسترين مطفين، لأنه فيها شيء خطير. هيدي فيها اقتراح أنه المسيح الحقيقي ليس هو المسيح الذي أعلنته المسيحية، وبتلاقي الوحيد الجريء اللي يحكي عنه مثل ما هي لازم يحكي عنه لهذه الدرجة مين؟ تيموثي هوغن، بيحكي إنه يوحنا المعمدان هو المسيح الحقيقي ومنه ومش يسوع ابن مريم، مع إنه الماسونية بتقول لك نحن ما بندخل بتفاصيل الهي الدينية، ونحن عندنا بس إنه الروح أزلية والإله المهندس الأعظم وبس. بس من الواضح من هذه الدرجة بتلاقوا انه عم تحكي في مسيح الاخر، يعني المسيح يأتي لا يدركه غير قلة، يعني قلة مؤمنين يدخلون المدخل الضيق والباقي بيمشون بالوسع. فعلق بنشوف هذه الدرجة خطيرة على فكرة، يعني هي من اخطر الدرجات وفي عليها تستر كبير، يعني علق بنشوف ليه. طيب هي كما ذكرت هذه مبنية على ضيعة درزية، يعني اللودج
حسب الأجندة اللوج يشكل على تشكيل ضيعة درزية، وهي ضيعة زراعية موجودة بالسويدة واسمها قنوات، وتسمى أوقات كناثة أو كناثة، وبالإنجليزي كانوت، بس هي نحن ما بنعيط لها كانوت، يمكن هي بالأرامي كانوت ما بعرف، بس نحن بالدروز بنعيط لها كناثة أو قنوات، وهي منطقة زراعية النهر ماشي فيها، فيها كتير قنوات مي. هلا هذه المنطقة كان دائما يصير فيها صراعات بين البدو والدروز، فهذا الطقس مبني على وقت كانت هذه المنطقة منكوبة منكوبة منكوبة. والأرجح إنه أحد الصليبيين مر في هذه المنطقة وشافها منكوبة، بعدين الدروز أطبوه، يعني هي لها هذه الدرجة علاقة في الطب، هلا ندخل فيها أكثر. فبهذه الدرجة تقليديا يقرأ من كتاب رسائل الحكمة، يقرأ أقوال لحمزة، أقوال لحمزة عن الله وعن الكون وهيك، يعني مقتطفات. وهذه كانت أول شيء مقترنة في الدروز، بعدين صارت تسمى صوفي ماستر، أدخلوا عليها الصوفيين، لأن الأفعى إلى مركزية مهمة عند الصوفيين، هلأ ندخل فيها وليش. والصوفيين هن مثل الماسونية، عندهم رموزهم الخاصة وباسورداتهم الخاصة، وكمان هي الصوفية ليست دين يعني أو ديانة، هي مظلة تحتها فرق مختلفة، بس في بعض هذه الفرق تلتزم السرية وعندها عمق توحيدي وروحاني يعني يختلف عن باقي طوائف الإسلام. يعني حتى الصوفيين بيعملوا كمان الـ IAO، يعني لما تشوف في بعض طوائف الصوفية لما تشوف شخص منهم إذا هو فكرك من جماعته إنه يتأكد، شو بيعمل؟ بيوقف وبيعمل بإصبعه هيك، مثل بيعمل بإصبعه خط. فأنت بتعمل له الـ A، بتعمل له البيكار يعني كومبس، فهو بيعمل لك الدائرة، دائرة من بعض البيكار، فهيك بيعرف إنه أنت من جماعته. هاي الباسوردات موجودة يعني بعض فرق الصوفيين، وحتى بحطوا الوردة الحمراء، وتحدثت في حلقات في الحلقة السابقة تحدثت شو مركزيات ومعنى الوردة الحمراء وأهميتها. فالأفعى البرونزية فمحور هذه الدرجة، لكن هو قصة يهودية، وهي قصة موسى. موسى كان في قوم، قال صار في كتير أفاعي عندهم حوالي خيامهم عم بيعكسوهم يعني، فطلبوا منه أن يشفيهم لموسى، يعني بعث الله لهم بأفاعي ليقصصهم، فراحوا لعند موسى ليشفع فيهم موسى. فموسى بقدرة الله بيعمل معجزة، بيطلع أفعى برونزية، أفعى من البرونز. هلا شو هي؟ لا ليش أفعى وليش من البرونز؟ هون بندخل هلا بالموضوع أكثر. أفعى من البرونز، فصار كل مين يمسكها ينشفى. لكن هذا الأفعى تقليديا بالديانة الإبراهيمية عندها صيت عاطل، يعني بيعتبروها هي الشيطان، بس هنا المخلص كان الأفعى. شوفوا رمزية هذا الأمر، وانتبهوا بالدين الغنوصي، يعني بالحركة الغنوصية أو بالفلسفة الغنوصية، الأفعى هي المنقذة، هي اللي تنقذ آدم وحواء من السجن المادي اللي كان ناصب إليهم الإله الشرير وهو يهوه إله اليهودي. هنا بقصة موسى نرى الأفعى مجددا، وهي المنقذة والشفيعة، حتى أن يسوع المسيح نفسه يشبه نفسه في الأفعى البرونزية. ليه؟ طيب راح أروح بعد معكم أكثر، بس دقيقة. بالإسلام نفسه، بالإسلام في قصة كمان تمر مرور الكرام، محدش بينتبه لها، وهو بيفهموها المسلمين على أساس إنه هي عم تنتقص من أبو لهب. يعني هي قصة الغزال الذهبي، غزال الكعبة الذهبي. يقال إنه أبو لهب كان بده يسكر ومعوش مصاري، فراح أخذ غزال ذهبي قطعوه، كان عيونه ياقوت، شالوا الياقوت، أخذوا الذهب بعون وصرفوه على الرقصات والشراميط ايام الجاهليه، وهن بيستعملوها المسلمين بيقولوا لك ما لك ابو لهب، لك ابو لهب، يعني بهي الطريقه. بس هي هاي اللي فيها معنى كبير، معنى التضحيه، التضحيه
المضحى فيه، هو الغزال الذهبي ضحى فيه. لكن هو اللي عمله ابو لهب، طب ما هو كسر صنم وثني، يعني لازم المسلمين ينبسطوا منه، يعني ليش عم بيصنعوا هالقصه ضده؟ قصه غريبه نوعا ما. قصه الغزال الذهبي، غزال الكعبه الذهبي الذي حطمه ابو لهب وباعه، طيب باعه من شان شراميط وسكر وخمر وبنات يعني، لكن بس بمفهوم الاسلامي لازم يشكروه كسر لهم صنم مثلا. فالافعى البرونزيه كمان نوعا ما هي ترمز الى التضحيه، هي اضحيه، هي ان مخلص البشريه هو المكروه، هو الذي يضحى فيه والذي يقتل، والذي يعني gets persecuted، الذي يقمع. فمش هو الناس اللي بتحبه، هو ليس يسوع المسيح مثلا، يسوع المسيح حلق مثلا كل الناس بتحبه، لكن هن بيعتقدوا هو المخلص، هو ما بينتبهوا له الناس، هو بيكون المخلص الحقيقي. اما اللي بينتبهوا له حسب الفكر الدرزي هو بيكون الناطق، هو بيكون المدلس، هو بيكون راعي ابليس، يعني هو بيكون الكذاب، هو بيكون الذي يدعي انه المخلص. فهنا في فكره خطيره يعني. فكما نرى باللجندا يعني، هون المصادر الماسونيه هيدي اعتقد من دانكن، لكن هون بنشوف عن يعني الدرجه هذه ال 25 بيقول لك the scene of this degree is the long since ruined city of كانوت او قنوات in the anti-Lebanese يعني بسوريا. بيقول لك هون situated near حوران beautiful plains of حوران، يعني هي سويدا. وهون بيقول لك on the summits على الجبال and the valleys and the dells of these mountains the people known as the Druzes dwell، يعني هناك يوجد شعب يسمى الدروز. A people isolated from all others in, in matters of faith and doctrines، شعب معزول عن الآخرين في اعتقاداته وفي طقوسه. And in regards to the hopes and fears which are connected to the unknown land into which the dead enter، وشعب موصول بالعالم المخفي الذي يدخله الأموات. وبهيك شو هن قصدهم بهذا الجملة الأخيرة؟ قصدهم الشامبهالا البوذية، دروس بيحكوا فيها، دروس بيحكوا في شيء اسمه الصين الجوانية، وهي ليس عالم سحري، لكن هن بيعتقدوا جبال مخفية، منطقة داخل الجبال مخفية بتبت، وفي ناس بيقولوا بأفغانستان يعني بهذيك المنطقة يدخلها الأسياد الأزليين. هذه موجودة عند البوذية التبتية، بيقول لك لاوتزو انه بتبت في الشامبهالا وهي موطن الاسياد الازليين. فهذه الفكره موجوده عند الدروز ايضا، فهني بيلمحوا لها باللجنده تبعهم، واللجنده هي بتكون اذا بدك القصه ما وراء الدرجه. بس هون نحط مصادر احسن من الناس شكل تقول انه هذا الدرز عم بيقول انه هودي الدرجات مبنيين على الدروز، بس هذا فعلا من مصادر الماسونيين انفسهم. طيب فحكينا عن الافعى الشافيه، هي انا مش عم فجر السلايدات، انا بعتذر، سوري سوري سوري. طيب هذا الاجنده، بس نفجر الاجنده نرجع. هذا الاجنده بيحكي عن الدروز، هون بيقول لك these mountains are people known as the Druzes و are connected with the unknown land into which the dead people enter، in which the dead enter، الذي يدخلها الاموات. وهون بيقول لك انه the scene of this degree، يعني اللودج ينظم على شاكلة the ruined city of قنوت بأنتي لبنان، يعني أنتي لبنان هو جبل الشيخ، يعني هو يعني جنوب سوريا، يعني هذيك المنطقة. فبيقول لك اللودج يشكل على شاكلة ضيعة قنوات في السويدة، وهي كانت منكوبة من البدو بسرعات الدروز والبدو. طيب يا أخي ليه مش عم تطلع، ليه مش عم يطلعوا السلايدات؟ سوري سوري سوري. طيب هلا شايفين السلايدات، هذا المصدر اللي حكينا عنه الاجنده. طيب وهذا الافعى الشافيه، فالافعى تقليديا ترسم هي عم تاكل، هي عم تاكل دايله. ليه؟ لان الافعى اوقات ترمز الى العالم كله، فالافعى هي العالم نفسه كما ذكرت بالميثولوجيا اليونانيه، راس الافعى بالجنه، جسم الافعى بصير الارض، و دليل الأفعى بصير جهنم. عند الزرادشتيين كمان العالم والكون يشبه في الأفعى، وكمان تشبه في الأبدية والوقت الأبدي، إنه هي تأكل
ديلها، فهي في تجدد دائم، حتى لأنه هي تشلح جلدها فهي عبارة عن التجدد، عبارة عن التقمص أو reincarnation. طيب، أما فكرة مسيح الحق في بهذه الدرجة تلميح من تيموثي هوغن أنه المسيح الحق ليس يسوع المسيح، أما يوحنا المعمدان أو شخصية أخرى. عند الدروز مسيح الحق هو إليعازر وليس المسيح. يعني كمان يوحنا المعمدان هو مسيح عند الدروز، لكن عند الدروز يظهر العقل في يوحنا المعمدان، بعدين يأتي يسوع المسيح ويظهر الحق ويظهر العقل في إليعازر، والعقل هو مسيح الحق عند الدروز. فهذا في نقطة تشابه بينهم وبين الدروز بهذا الأمر. الأفعى السوداء والصوفية كما ذكرنا في المجالس السابقة، الأفعى ترسم على أبواب المعابد الأيزيدية، والأيزيدية من مؤسسينها هو شخص صوفي وهو شيخ من لبنان، شيخ عدي. فشو ما وعند الصوفيين حتى عندهم علامة مقدسة هي بتشبه عضة الحية، إذا بتشوفوها هون بالصورة مثل عضة الحية. وشو الفكرة ليش؟ يعني أنا جربت أوصل إنه ليش في هذه المركزية للحية عند الصوفيين والأيزيديين. هي فعلا لأنه ببعض قصصهم، يعني عند الصوفية والأيزيدية في دفاع عن ما يسميه الأديان الإبراهيمية الشيطان، عندهم لا، هذا المخلص وهو ملك الطاووس. وفي قصة عن الأيزيدية أنه ملك الطاووس في جنة عدن هو بيكون نفسه الحية والشجرة في نفس الوقت، فلهيك الحية ترمز إلى ملك الطاووس. وفي الصوفية تكلمنا أنه الحلاج يعتبر الشيطان شخصية جميلة وشخصية من حبها لله لم تسجد إلى آدم، لأنها لا تسجد فقط إلى ربها الذي خلقها، فكيف تسجد لواحد مخلوق؟ هي فقط تسجد إلى الخالق. فلهيك في مركزية للحية عند الصوفيين والأيزيديين. فلهيك هذا الطقس عاد وعد ليشمل الصوفيين مش بس الدروز. طيب، وفينا نطول هون أكثر بس ما بدي يعني طولت شوي بهالدرجة وننقل للدرجات الأخرى. وهي وعندنا كمان العصا هي تقترن في الطب، وهي عصا اسكوبيوس، وهي بنشوفها بالصيدلية مثلا. وهون مفسرينها عند أخونا أبو يوسف بشك ويقين. الجوانح هي عبارة عن الروح، الأفاعي والبرمي هذه عبارة عن التجدد الدائم، يعني عبارة عن الأبدية، عن ثمانية مثل الأبدية إذا بتشوفوا. فهي عبارة عن الشفاء والأبدية ولا علاقة في الطب. ليش الحية لها علاقة في الطب؟ لأنه يعني سم الأفاعي يستعمل في الدواء، وهي يعني يعني مبدأ بالأيام السحر، أيام السحر القديم أو الطب القديم، الحية مثل فاكسينيشن أو عقم ضد السم، تأخذ من سم لتستفيد، يعني داوني في الذي كانت هي الداء بهذا المعنى يعني. طيب، هلأ ما ندخل بدرجة 26 يعني، بس بشوف إذا في أسئلة وشوف الشات شوي. أنا آسف، أنا عم فكر حالي حاطط السلايدز وعم بحكي، بلاقي أنا الكاميرا موجودة لكن السلايدز مش موجودين، لأنه بكون أنا عامل فول سكرين للكاميرا ومش منتبه. طيب، ايه، انا صرت متخصص في الايزيديه. هلا هي الحي السودي على فكره هي حياه لبنان. عندنا الحي السودي بلبنان بالجبل كثير مهمه. يعني انا عندي بالحقل كنت مربي كذا وحده، لما يقوصوا لي الصياد وحده منهم ازعل. يعني فيكش تزرع فاصوليا او حب من دون ما يكون عندك حياه بالارض، لانه بيجوا الفيران وبياكلون يعني. فالحي هي حميه الزرع تقليديا في لبنان. فانا ارى انه الحي السوداء اللي عند الايزيديه شيخ عدي اخذها من فكره اهل جبل لبنان عن الحي السوداء، ونحن بنسميها الحي الحامي او حميه الزرع عندنا، يعني عندها تقدير الحي عندنا في جبل لبنان. هي هالحي السوداء على فكره اللي هي اللارج ويب سنيك مش موجوده بكثره بالعراق وبهالدول. هي اكثر شيء موجوده بتركيا، يعني تركيا، لبنان، فلسطين.
وبلاد اوروبا المجاوره لتركيا يعني. هناك اكثر شيء موجود هي اللارج ويب سنيك اسمها، هي الحيه السوداء، فهي نحن بنسميها حيه لبنان. وعندنا بالباروك كمان حيه مميزه بس موجوده بالباروك، هي يعني هي نوعا موجود بمحلات تانية بس الوانها بالباروك بتكون مثل موف احمر. هلا بفرجيكم اياها، ما زلنا بالحياه يعني. هي اسمها بفلسطين اسمها حيه الفيران، الرات سنيك. لكن عندنا بالباروك عندنا اياها، بس عندنا اياها ملونه بلون بعرق مش موجود يعني، ما لقيته بولا دوله تانية. بس لفرجيكم عليها لقيت هذه كمان بتحمي الارض يعني، بس نحن اعتمادنا اكثر شيء بلبنان على الحيه السوداء وهي اللارج ويب سنيك. بس دقيقه، هلا عم بس عم بعرض لكم صورة الحية، حية الباروك. هي يعني حية فيران بفلسطين، عندهم حية فيران هي نفسها ذاتها، بس عندنا راسها بيكون مثل حية الفيران بس جسمها بيكون مبرقب أحمر وموف، ما بعرف شو لونها كتير رهيب. الصورة مش حاططها حقها، هي أحلى بالحياة الواقعية بتبقى عم تلمع يعني. هاي كمان هاي حية فيران الباروك، أو حية الباروك موجودة بمحمية الباروك بس يعني. أنا بحياتي كلها كمان نادرة جدا، أنا بحياتي كلها شايف مرة منها بس، فرخ صغير شفته منها. بس الفرخ الصغير تبعها كمان بيكون لونه شوي غير. طيب هنشوف بس الشات شوي. عم بقول صبح انه الحي السوداء كمان موجودة بكردستان، اوكي ما بعرف، بس انا قريت عنها على الويكيبيديا يعني، قالوا لي موجودة اكثر شيء بمناطق يعني تركيا لبنان سوريا، بس قول كردستان ايه ما حد سوريا يعني. عم بقول احمد الايزيديين لديهم احترام جدا لهذه الحي السوداء وممنوع قتلها، ونحن كمان الدروز نفس الشيء على فكرة، هذا قاسم مشترك بينه وبينكم. وهي هالحية السوداء بتاكل حياة تانين كمان، بتاكل حياة سامة هي بتاكلهم. هي هالحية هي سامة لكن ما بتعتبر سامة، بيعتبر معتدل يعني ما بيقتل يعني، مثل عقصة الزرق تسمى. كيف انا كنت مربيهم يعني عندي بالهذا، ما بيعقصوني ولا شيء يعني، ما بياخذوا بس شرسة، هي حية شرسة يعني، اذا بتتغطى او بتحاصرها شرسه، مش حي سهل يعني، بس مش سامي يعني، سما معتدل يعني، مثل الزرقطه عقصتها او مثل عقصه النحله، مش رح تموت من عقصتها يعني، غير اذا عندك حساسيه مثلا. طيب خلينا ندخل نرجع للسلايدات، بس بدي يكونوا السلايدات مبينين، عم بحكي اوكادو السلايدات مش مبينين. طيب فهلا خلصنا من درجة 25، اللي هي يعني درجة مهمة جدا، هي يعني تطعيم للفكر الماسوني إذا بدكم بالصوفية وبالفكر الدرزي. الدرس الأهم منها أنا يعني حسب رأيي هي إنه أزلية الروح والتقمص والتجدد. هن الماسونية ما بتعطي موقف واضح في التقمص، لكن بتقول إنه الحر الماسوني يؤمن في التقمص أو لا، المهم يؤمن في أزلية الروح. لكن بهيدي بالتعمق في الافعى ويعني وهيك نرى الافعى هي دليل التقمص والابديه، لانه بتغير جلدها 7 مرات بتكب جسمها، والتقمص نفس الشيء، الجسد بيتخزق والروح بتضل. يعني شو معنى التقمص اساسا؟ كلمه تقمص يعني انت بتخلع قميص وبتلبس قميص، تخلع على القميص الجسد اللحموي الدموي. طيب الدرجة 26 كمان مبنية على جماعة أخرى، وهي تسمى Prince of Mercy أو Scottish Trinitarian، وهي جماعة مسيحية أيام الاضطهاد الروماني للمسيحيين. تخبى المسيحيين يعني
بكهوف او ببيوت ارضيه وما شابه، حتى في منهم تخبأ في مقابر كاتاكومز. طيب، وكان الاضطهاد امبراطور دوميتيان الروماني. لكن بهذا الطقس بصير يخبركم عن تاريخهم. طيب شو عملوا؟ ما فيهم يقومون، ما فيهم يقوموا في شعائر المسيحية في العلن أو في كنائس. صاروا يستعملوا معابد أثرية قديمة للوثنية ليقوموا في طقوسهم المسيحية. طيب، فالدرس، يعني الدرس الأهم شو هو؟ الدرس الأهم إنه يعني أديان المسيحية متشابهة في أديان وثنية قديمة. يعني هي استقت منهم. فالشعائر المسيحية لا تخص المسيحية وحدها، كما رأينا الصليب موجود في ديانات أقدم، مبدأ المسيح والمخلص موجودة في ديانات أقدم، مبدأ أن الكلمة المسيح هو الكلمة نراه حتى في الأديان اليونانية. داينوسيس هو يعتبر الكلمة، هو يعتبر الروح، هو يعتبر وسيط البشرية بين البشر وزوس. حتى بروميثيوس بعزب زوس لأجل البشر، مثل صلب المسيح بروميثيوس يعلق على الجبل مثلا. فهذه كلها قصص وروايات نراها في أديان أقدم منها. فهذا الطقس يدعي إلى الانفتاح على الأديان الوثنية الأخرى، لأنه هن جماعات المسيحيين أنفسهم كانوا يقدسوا المسيح عبر شخصيات ورموز وثنية، لأنه يعتبروا مثل في أدوار وأكوار، يعني مثل فكرة الدروز أنه الشخصيات الدينية تظهر في كذا جيل. هني ما بيقولوها بهذه الدرجة في شكل صريح، لكن بلمحوا انه قصة المسيح مثل قصة داينوسوس. داينوسوس كمان بيتخبى بيعمل حاله راعي معزة. داينوسوس كمان عنده قصة بيطلع مع صيادين في السفينة. قصص يمكن ليست مطابقة لقصص المسيحية. يعني المسيحي شو بيفكر؟ بيقول لك لا لا، ما داينوسوس امه كانت العذراء، لا لا، يعني هذا مش المسيح يا اخي، مش هيك. ما بنقول لك نحن قصص اليونانية متطابقة 100% مع قصص المسيحية، لا، عم نقول لك الميثولوجيا الأساسية، الزبدة، الحكمة، بعض الرموز، المعاني متشابهة، في نمط متكرر، في نمط مشابه. حتى في قصص الخيال العلمي تجد عم بيعيدوا ميثولوجيا وقصص من عند هاملت وشكسبير في قصص حديثة خيال علمي. البشر تكتب بين السطور، البشر قليل تزيد شيء من عندها يكون خلاق فعلا. فنحن نستعمل القديم ومنزيد عليه شوي. هي تجده في كل القصص والروايات. يعني معظم القصص اذا بتشوف الحبكه فيها بتلاقيها شبيهه في قصص شكسبير، وقصص شكسبير بتلاقيهم شبيهه بقصص القديم الفولكلوريه للشعوب، بتلاقي انماط متكرره، وهكذا القصص الدينيه ايضا. فهون الأهمية بهذه الدرجة أنا برأيي هي الانفتاح للأديان الأخرى. وبقول لك الأديان الأخرى، طب ما الخالق فيهم، ما هو مهندس كمان، مهندس عظيم. بكل هذه الأديان في خالق وفي خلق وفي هندسة وفي تنظيم. طيب، وفي درجة، في درجة قادمة أعتقد بشوي، لا مش هاي، بس درجة الشمس، إيه هاي درجة 28، كمان فيها دفاع عن الأديان الوثنية بشكل صريح، رح نحكي فيها يعني هلأ بعد شوي. طيب، وكمان عندنا بنجد ثالوث متكرر عند كل هذه الأديان. عند الهندوس مثلا عندك البارا براهما وبراهم وباراتما، هنا بيعملوا ثالوث. بعدين لما يظهروا للبشرية يظهروا براهما فيشنو شيفا، براهما الخالق، فيشنو الذي يحافظ على الخلق، وشيفا المدمرة. وفي اسم لا يهوى باليهودية اسمه المدمر أو الشيداي، قريب من اسم شيفا كما ذكرنا في مجال السابق. وعندك كمان مثلث في البوذية والساكيا، بودا، دهارما وسانغا. وعندك بالدين البيروسي القديم البراشن عندك بيركون وبيكلوس وبوترمبس. وبالمسيحية عندك الآب والابن وروح القدس. وبالنصيرية عندك الله والباب والحجاب، المعنى والباب والحجاب. يعني بتلاقي تشابه وأنماط متشابهة في الأديان. فهي هذه درجة تدعي
انه تفتح انت على الاديان الاخرى، لانه هن المسيحيين انفسهم عند حين الاضطهاد من الرومان لجأوا الى ان يعني يخلطوا عبادتهم مع العباده الوثنيه، يعني يشكروا المسيح عبر ان يشكروا ديونوسوس مثلا. وهناك من يقول انه حتى المسيح كتب في صياغه يونانيه تنبثق عن الفلسفه اليونانيه والديانه اليونانيه، يعني المسيح الحقيقي او يسوع الحقيقي غير، لا يشبه يسوع اليوناني الذي تراه في الانجيل. طيب بس خلينا نشوف الكومنتات وريح صوتي شوي، بلاش صوتي يلعب. يقطع عمرك يا مسلم، في ناس قالت تقدس طيس خوخو. انا شايف خوخو يقدس طيس الجميع، بس مش شايف حدا بحب له طيس كثير لخوخو. طيب هريمان وينك؟ ذكرناك كنا عم نحكي بالبيضة، كنا عم نحكي بالبيضة، بيضة الزرادشتية اللي عملها خيك أهورا مازدا عدوك. حتى أهريمان على فكرة يشبه في الأفعى، لكن بشكل لا يسيء له. أهريمان هو إله الشر في الزرادشتية، يشبه في الأفعى، لكن حتى الأفعى بالزرادشتية أوقات يشبه في الكون. وعند بمصر كمان، خاصة في القيامة والموت والتقمص، يعني هي الحية ترافق الأموات بعد ما يموتوا، بتاخد روحهم للإله كا مثلا، والأفعى عم تاكل راسها كمان، دليل الوقت الأبدي. فإلى رمزيات كثيرة. طيب يا سنة، يعني سنة بالدرجة 27 بدي خلصنا اليوم، بس راح شوي سرع شوي لأنه عم نطول، صرت أكثر من ساعة عم بحكي. تحياتي حبيبنا أهريمان الغالي. طيب يقطع عمر صوتي يا زلمة، بعد ما جعرت عميس على محمد عرفة انتاك صوتي. يقطع، يلعن ربك يا ميزة. طيب بس روقت، وصل لي كم يوم ما مش حاكي، يعني ما بعرفش ليش. طيب
سامعين لي صوتي بس؟ سامعين صوتي؟ حدا من الشات يقول لنا إذا الصوت واضح أو مسموع. تمام، أنا مش عامل ميوت. لا، سامعين لي صوتي شباب؟ يعني مش عم بيصير بالريستريم. اوكي، سوري مش عامل ميوت، هو الصوت راح لحاله، ما اعرف وين راح، بس يلا دقيقة. كنت عم بحكي عن حراس المعبد، هالدرجة يعني خاصة بتاريخ حراس المعبد وبتوصلهم بالصليب الأحمر، وإنه كيف هن لما كانوا محاصرين كانوا أطباء ومحاربين في نفس الوقت. طيب، وبتكلم عن مرحلة ما بعد اضطهادهم. الدرس الأهم منها أنه الحقيقة هي السلطان المطلق، فأنت عليك أن تضحي بنفسك لأجل الجماعة، بس أنت عم تضحي من شان الحقيقة. يعني الحقيقة هي أسمى من الحياة البشرية وحياة الدنيا، هو اللي تفهم من هذا الطقس، بس هو الطقس كما قلت يدخل في تاريخ الحراس المعبد، وفي درجة لاحقة بتجرب تربطهم بجماعات وثنية سابقة. هلأ بندخل بالأمر بالدرجات اللاحقة. طيب، هلأ عندنا الدرجة 28 وهي كتير مهمة، وهي فرسان الشمس أو Prince Adab أو Night of the Sun. هلأ نحكي فيهم، بس لأشوف الشات شوي وريح صوتي. طيب، أنا بس خليني أجيب ماي أو شيء أشربه أو بيبسي بس دقيقة. طيب، عدنا إلكم. طيب، أحيي من كل الناس اللي دخلوا، من أينشتاين لأهريمان لكل الشباب لحبيبنا سوري عبد العز. طيب، فصرنا بال 28، هي درجة هيدي مهمة جدا، بس ما راح فيني أدخل فيها كثير للأسف، مع إنه أنا بدرجات سابقة لمحت لها وشرحت كم شغلة فيها يعني بحلقات السابقة. وهون كما بدرجة البراشن نايت بيكون في ضوء واحد، المعبد كمان بيكون في ضوء كبير واحد وهو يرمز إلى الشمس. ونسيت أنا أذكر شغلة بالدرجة السابقة هذه ب 26. ب 26 في كلام الماسونية إن إحنا اللوج تبعنا غلط، لازم تكون السماء فيه مفتوحة، لأنه القدماء إن إحنا عم نجرب نمارس أدياننا كانوا عم نجرب نمارس طقوسهم الدينية، كانت مسارحهم فيها هواء طلق تحت السماء تحت النجوم. حتى الستون هيدجز بالأديان القديمة كانت تشكل على هيئة الكواكب والنجوم. فنحن علينا يعني ياما اللوج سقف ونعمله مثل السماء، ياما نجرب نعمل طقوسنا في الهواء الطلق. يعني في نقد ذاتي نسيت أذكره بدرجة 26. طيب، بس هذا مهم. أوكي، بالدرجة 28 في تكملة لهذا الشيء والحديث انه كيف الوثنيين كانوا يعبدوا الطبيعه. طب خلينا نمشي بالسياق الابراهيمي يا اخي، خلينا نقول انه فعلا ادم كان نبي وكان في اله واحد وضاعت البوصله والوثنيين غيروا في قصه ادم. طب اعتبر انت واحد وثني خلق جديد ما بيعرف ادم وما بيعرف الاله الابراهيمي، شو المشكله اذا بيعبد الشمس؟ هي الشمس أقرب شيء للإله. الشمس في وسط مجرتنا، هي دليل على مركزية الله. الشمس بتعطي نور الحياة. الأراضي اللي عليها الشمس بيكون فيها نبات وزهر وزراعة وما بعرف شو. فهي أبرز ممثل لله في الطبيعة الشمس. فما الغلط إذا واحد وثني لا يعرف الله عبد الشمس؟ ما هو بهذا بيكون عم يقدس الله.
الشمس جزء من الله، الله موجود في كل مكان، فأين الشرك في هذا؟ فالدرس الأهم من هذا الدرجة هو أن الإنسان القديم لم يخطئ في عبادة الشمس. الشمس كانت عبادة متاحة له، وكانت عبادة تدل له عن الحياة والنور، وكان ما يفهم كيف الشمس بتختفي بالبحر وبتطلع بكرة، كان بنظره شيء خيالي، شيء سحري. فهو بعبادته للشمس هو فعلا يعبد الله، بعبادته للطبيعة هو فعلا يشكر الله، يشكر الطبيعة. فهنا بهذه الدرجة ببلش في رد على الإلحاد والملحدين. بقدرك الإلحاد التام هو أنه الشخص ينكر أي انتظام في الكون أو أي قواعد منتظمة في الكون، فبهذا يكون قد ألحد. أما إذا شخص يقدس الله عبر أسماء ورموز مختلفة أو طقوس مختلفة، أو يرى الشمس هي الله ويقدسها، هذا فعلا يقدس الله، الله ما له حق يزعل منه. ما الله خلق هذه الشمس، هو ما بيعرف الله، بيعرف الشمس. يعني حتى أنت كمؤمن بالإسلام وبالمسيحية، ما أنت تقول أنت لا تدرك الله ولا تستطيع أن تدرك الله. الله شيء معقد. أنت تعبد نموذج في رأسك أو صورة في رأسك أو اسم في رأسك يدل على الله برأيك. يعني أنت لا تعبد الله نفسه أساساً. ما أنت لا تستطيع أن تقابله أو تتخيله أو تتكلم معه. فأيهم أفضل؟ واحد مسلم بيعبد عدم مفقود، عدم ما لا قادر يصله، فكرة بخياله بس، هذا ما بيكون مشرك، هذا بيكون مؤمن. أما شخص بيؤمن شيء ملموس في الطبيعة، خالق الله وله فضل على الطبيعة وعلى الحياة وعلى يومه وعلى كل شيء، شيء حسي، أيهم أفضل، عدم مفقود أو شيء حسي؟ بهذه الدرجة لا، بهذه الدرجة أنت بتعرف أنه عبادة الطبيعة وعبادة الملموس والذي أمامك خير من عبادة شيء مفقود وعدم مفقود وفكرة بالهواء. فالوثني لم يخطئ، ولا ففي استغراب كيف الأديان تكفر الوثنيين مع أن المتاح لهم كان الشمس. لنفترض فعلا أنه الإسلام دين يعني غير مكذب من القرامطة والدروز وغيرهم، أنه الإسلام دين ليس فولكلور، يعني الإسلام دين قائم لا يزال. كان اعتبر الاسلام بعد دين عنده مصداقيه وعنده فكر، يعني مع انه انا برايي الاسلام دين ميت يعني، لكن ينتشر كما ينتشر الولاء، بس هو دين ميت فكريا. بس خلينا نفكر ان الاسلام، لا فعلا الاسلام هو ديانه الحق، ديانه الحق. كيف الاسلام يحقر من المشركين الذي كان متاح لهم عباده الشمس ابرز دليل لله في الطبيعه فعبدوها؟ بما الإسلام يتكلم عن إله بنفسه لم يقابل، يعني وما فيك ما فيك تحس فيه، ما فيك تتكلم معه، ما فيك تقابله، يعني ما فيك تشعر فيه ولا فيك تحس فيه، ولا هو مادة ولا فيك تقابله ولا بيظهر لك لإلك. يعني هو شبيه في العدم المفقود، بس لازم تآمن فيه أو بتكون مشرك. أفضل على المشرك، المشرك على القليل يلامس الله في الطبيعة الذي هي من الله والله منها، أو هي من الله أو هي في داخل الله. فالوثني أفضل في هذا المنظور، صح ولا لا؟ فهذا يعني البحث. ويصير في رد فلسفي على الإلحاد في هذا الطقس، ويقولوا لك عن المسبب الأول، وهذه الحجج اللي أنا رادد عليها بنقدي لويليام لين كريج، بيستعملوا هنا بعض الحجج، حجج المسبب الأول للرد على الإلحاد. وبيقولوا لك المؤمن هو كل من يؤمن في نوعا ما من انتظام، حتى الذي يؤمن في الطبيعة هو مؤمن، والذي يؤمن في الوعي الكوني هو مؤمن، والذي يؤمن في إله سبينوزا هو مؤمن. أما الملحد هو الذي يعني مع العبث التام، الذي هو لا يرى أي انتظام في الكون، أي انتظام حقيقي في الكون. فأنا مش أحرد على حجاجهم لوجود الله يعني، لكن يعني أنا بس عم فسر هني شو بيقولوا يعني. طيب، وتكلمت عن تاريخ عبادة الطبيعة والشمس، ستون هيدجز ينظمون حسب الأجرام السماوية، الإنسان القديم كان الآلهة تبعه حتى يشكلها حسب السماء وشمس والقمر وغيرها. ففي هون في تعمق، أيضا نرجع للأديان القديمة ولرموزها يعني وللكواكب والتنجيم، في هون بهذه الدرجة تعمق في التنجيم. طيب،
خلينا نشوف الشات اذا في اسئله وندخل هلق في هالدرجه. هودي شرحناهم alternative، هو شرحناهم نحن بالحلقة الأولى الجزء الأول تقريبا. النجمة المخمسة هي النجمة الغنوصية، وبالتعبير الماسوني هي تعني الألفة، هي جاي من الفايف أركيتكتس، الماستر أركيتكتس اللي عينهم سليمان الحكيم بعد موت حيران. يعني المخمسة تعني الألفة، وإلى عند الغنوصيين وبيثاغورس معنى آخر. عند الدروز النجمة المخمسة هي تعني الأسياد الخمس، عند الماسونيين تعني المهندسين الخمس بعد مقتل حرام حرام أبي المهندس الأعظم. أرضية الشطرنج اللي هي اسمها تريسينج بورد كمان شرحناها في الحلقة الأولى من هذه السلسلة، هي إلى معاني مختلفة، لكن المعنى الأقرب هو أنه الأبيض يرمز للروح، والأسود يرمز إلى العدم أو الموت. فيعني الأكتيف والباسيف برنسبل بالكابالا، أو الظاهر والباطن كمان أول تو أول للشطرنج. وتيموثي هوغن بيقول لك هي أرضية الشطرنج إذا بتجمعهم تعمل لك هرم، يعني هي مثل بلو برنت لهرم، هرم مربع إذا بتجمع المربعات مع بعض. فإلها كذا تأويل من هذا المعنى يعني، بس الأقرب هو أنه الروح هي الأبيض، هي الضوء، لأنه هي اجتماع الألوان كلهم مع بعض، هي اقتران الروح في الضوء كما في الدين المصري القديم وأديان أخرى. هون ما بعرفش عن شو قصدك. مش تفاسير الشخصية، أنا بعطيك تفاسير الماسونيين أنفسهم، من ألبرت بايك لتيموثي هوجن لدانكن لغير الناس. النجمة الشيطانية هي ليست فعلا شيطانية، يعني هي مقلوبة لترمز للمرأة، لأنه المثلث المقلوب يرمز لرحم المرأة. الشيطان ما لوش علاقة في المعزاية والنجمة هاي المقلوبة. والساتانس ما بيعبدوا الشيطان، هل الحكي انه هودي جماعة مارلين مانسون الساتانس ما هو بيعبد الشيطان كلام كذب، مع انه هو بيغني اي لاف ساتان ما بعرف شو، بس هذا كله طق حنك بس ليستفز المسيحيين. الساتانس الكوميرشال يعني عملوا كنيسة وما بعرف شو، عنده برأيه ان الشيطان غير موجود، فعبادته له رمزية على اساس انه هو عدو الدين، بس مش الشيطان الفعلي اللي يتحدث عنه الانجيل يعني. لا يعني هن الساترس الكوميرشال ساترست تبع هذا مانسون، مارلين مانسون، بيعتبروا ملحدين ايثيست، ما بيعتبروا فيش فعلا فرقة بتعبد الشيطان. لا، في فرق بتأول الشيطان، يعني في فرق مثل الغنوصية بتقول لك مثلا الحية هي إله، هي الشيطان، هي مش الشيطان، هي الإله المنقذ. أما الإله المسيطر على هذا العالم، إله المادي، هو الشيطان الفعلي. فمن هذا الصدد يعني فيش طائفة تعبد الشيطان أو أو الروح الشريرة. في طوائف بتقول لك الشيطان ليس روح شريرة، مثلا الأيزيدية ما فيها شيطان، يعني بتقول لك كل ملائكة الله خيرين، ومنهم الملاك الذي المسلمين بيقولوا عنه شيطان، هو ملك الطاووس، هو خير، هو لم يسجد إلى آدم لأنه يحب ربه ولا يسجد إلى اللي خلقه، ليش عم تلوموه؟ هذا منطق فيها وجهة نظر يعني. ما. طيب أهريمان بس ملعون، أهريمان هذا الشرير ملعون، انتبهوا منه، هذا أي واحد شرير أهريمان بتحطه بالانترو عندنا بتحط أحذره من أهريمان الشرير الملعون. طيب أنت جاي متأخر يا ألترناتيف، أنت جاي متأخر. عم تقل الستار معروفة in the world،
ايه الستار بخمسه معروفه بالعالم صح، بس في نجمه ماسونيه مخصصه اللي هي الامبوست ماسونيك ستار. يعني انا عم بحكيك برموز عن تعمق، مش عم بحكيك هيك هبل هلا بفرجيك اياها، بس انت جاي شوي متاخر، انت ما شايف الحلقه السابقه. طيب بتقلل الستار معروفه بالعالم، اوكي دقيقة دقيقة. هاي مثلا الستار تبع الفايف ماس ريلاكس، بس انا راح افرجيك هاي الستار مثلا مش معروفة بالعالم، هذه الغنوصية، هذا اسمه نجم الغنوصي، على هاي الشكل مش معروفة كان بالعالم غير عند الغنوصيين. روق شوي. هاي الستار، هاي الماسونيك امبوست ستار عند الدروز، هذا الغنوصية قلبت جي علامة يعني جاد، عند الماسونيين بفرنسا بتكون دي ديوس، وعند اليهود الماسونيين بتكون اليود، حرف اليود اللي ببلش فيه اسم يهوه. وين كان بدي اختك نسيت، في نجم بفرجيك اياها بعد. اه لا مش هون، بس دي ايه هون، هيدي مثلا هالنجمه، هاي اسمها ماسونيك امبوست ستار، هاي الوان الدروز بيستعملون فريده بالدروز، هاي بتكون لها كورنر، بتكون لها ادج، هاي حتى النجم مستعمل عند الماسونيين، بتكون بس عند الماسونيين بحطوا فيها شو اسمه اللي هو هذا البنتاغون، مش هيك او لا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ايه بحطوا فيها البنتاغون، في منهم بحطوا الهكزاجون حسب. ايه طيب خلينا نرجع للحلقة، بس هو الهكزاجون دليل لمين؟ لحيران كمان. طيب هذه درجة، هاي درجة على الكيمياء يعني، بس كان جزء بقى سؤال من تحياتي لثومرمان وتحياتي لكل اللي فاتوا معنا. طيب فهذه الدرجه اسمها الجراند سكوتش نايت اوف سانت اندرو، وهي فعلا هي درجه، هذه درجه تعمق في الكيمياء، وحتى في الكيمياء العربيه عند جابر وعند غير ناس، يعني عند العرب وعند الاوروبا ما يسمى في الاوكلت يعني. ف بهذه الدرجه بيعملوا طقس كيمياء، بس هو طقس رمزي ما له اي معنى يعني، ما في منه نتيجة، بس هو طقس رمزي. بتجيب انت ثلاث جاطات او ثلاث وعي او كوليجونز، ما اعرف شو اسمه بالعربي، مثل جاط ذهبي يعني، واحد بتحط عليه بتحط اس او لا سوري، واحد بتحط عليه ام، وام رمز الملح باليهودية او الملح. بتجيب جاط ثاني ذهبي بتحط عليه جي، وهي رمز السلفر او اليهودي ما بعرف الفظها اسمها جيباريث او شيء هيك، وبالتالت ما بتحط عليه ولا حرف يعني، بيكون هو فاضي، وهو يرمز الى الروح، كان في روح. فبهذا الطقس بصيروا يخلطوا المواد الكيميائيه ويجربوا يفسروها على ابعاد ثلاثه يعني، بالكيمياء شو تفسيرها، بالتنجيم شو تفسيره، وبالفلسفه شو تفسيره يعني. الاختلاط له معنى ديني، عدم الاختلاط له معنى ديني آخر، وما إلى هنالك. أما كما قلت المواد الأساسية الثلاثة اللي هن الملح والسلفر والروح. الملح هو دليل على عدم التغير لأنه يحفظ المواد بالمعنى الفلسفي. السلفر هو دليل على الاحتراق لأنه هو inflammable، السلفر بيشعل وبيعمل مثل ليكويد أزرق لما تولعه. وفي عندك الروح هي دليل على التأقلم والادابتيشن. هلق بالكيمياء التقليدية ما بيقولوا روح، بيحطوا زئبق الميركوري، لأن الميركوري بيختلط مع الأشياء التانية، بيسحب مثلا بيسحب الذهب. إذا بدك تسحب ذهب مثلا من الأور بتحط ميركوري زئبق، زئبق بيختلط هو الذهب بس ما بيختلط مع المواد التانية، فأنت بتاخذ هذا الزئبق والذهب المختلط، بتشيل الزئبق بضل عندك الذهب الصافي. لكن هلق
بطلوا يستعملوا زئبق بالمناجم لانه الزئبق بيعمل لك تسمم لجسمك، بس بعد بافريقيا بيستعملوا الزئبق لاستخراج الذهب لحد اليوم. فبتفوت بالمعاني الفلسفيه للكيمياء، وحتى بهذا الطقس بتجيب الحجر المربع وهو الاشلار وبتحرقه على النار، بعدين على نار، اول شيء بتحرقه على نار خفيفه ما بيصير له شيء، بتفوت بمعنى الروح لهذا الامر، بعدين بتحرقه على نار قويه كمان بتفوت بالمعنى الروحي لهذا الامر. فتعمل مثل تجارب الكيمياء بهذا الطقس المصوني يعني بدرجه 29، وبتتعمق بالكيمياء وبتتعمق بكتب عربيه يعني، لانه العرب مفضلين في هذا المجال كثيرا يعني. فكما قلت يجمع بين الكيمياء والتنجيم والفلسفه، في تعمق في الكيمياء، في حديث عن الفيلوسوفر ستون هاي الحجرة اللي بتقلب الأشياء ذهب، في حديث عنا على المبدأ الروحي يعني والمبدأ الوجودي يعني، يعني الحجرة نفسها أكيد لا يملكها أحد يعني، وهي عبارة عن قصة، لكن بهذه الدرجة في دخول في ما وراء هذه القصة. وهون كمان بتجد نقد للعلم الإلحادي أو للعلم التقليصي هو المهيمن اليوم، اللي هو الـ reductionist materialist science يعني، اللي بيحكي فيه دوكنز يعني، يعني هو مبدأ انه كل شيء فينا نخزله حتى نعرفه. هن هون هون بيحكوا اكثر بالعلم الهوليستي، الهوليستي يعني الاشياء، على الاشياء في الصورة الاكبر، مثلا الطقس او شيء ثاني على المستوى الكبير والاكبر بتصرف غير على المستوى الجزئي على المستوى الصغير يعني. في هون بيحكوا بالايكو سيستمز، باشياء هكذا يعني، ويعتقدوا العلم التقليصي الالحاد الريدكشنست ماتيريالست، وبيحكوا ضد الماديه يعني، بيعتبروا كما توماس كان قال بدورات العلوم انه كل علم اخر شيء بيوصل لافق مسدود، بيوصل لمطب، فعليك ان تاتي في علم جديد اخر، لانه كل علم هو بحد ذاته استعاره او علم استقرائي، لا يعطيك حقائق مؤكدة 100%، ما بيعطيك بروفس مثل الرياضيات والمنطق، لا بيعطيك يعني بيعطيك حقائق استقرائية اندكتيف. فبيوصل لوقت هالرافع بتقشر شيء لترابي، توصل للصخر، فتبحث عن علم جديد يكون في عصره علم زائف، لكن هو يصبح العلم المعتمد في المستقبل. هذه في دورات العلوم لتوماس كان. هنا عندهم فكر مشابه، بيعتبروا المادية جدا محدودة، بيعتبروا في حقائق دنيوية وكونية لا تصل إليها المادية. المادية نفعتنا بكثرة أمر، إن هي كعلم محدود. فهي يعني إذا بدكم الدرس الأهم من هذه الدرجة هي الـ Grand Scottish Knight of St. Andrew يعني. أما سانت أندرو نفسه قصته إنه تعرض للتعذيب والقمع وهذه الأشياء، بس ما في تركيز عليه. بالعكس بتلاقي في تركيز أكثر على ايزاك نيوتن وعلى ناس كانوا يقومون في الكيمياء او ما يسمى السحر. والسحر في ايام زمان، السحر هو كان اسرار الطبيه، هو الطب يعني، ما مش السحر مش هاري بوتر يعني كما يتخيله البعض، او مش السحر الاسود الذي يتخيله المسلمون يعني. فهون في تعمق في الطب يعني وفي الكيمياء وفي عناصر الطبيعه وفي عناصر الكون وما له هنالك. طيب صرنا بدرجة ال30، بس بدي أشوف الشباب بالشات وارتاح شوي. صح، هذه درجة 29 هي درجة دانيال، الكيمياء والسيميا كلها وسر يعني، كيمياء وليميا وسيميا وريميا كلها وسر، أو هيميا كلها وسر، كيمياء وليميا وهيميا وسيميا وريميا. ايه بس في امور بالزئبق يعني مثيرة للاهتمام يعني، مثلا لما تحط زئبق على الومنيوم، انا هاي عاملها بالبيت، بس بدك الالومنيوم ما يكون عليه طبقة حافظة يعني، بدك تشيل الطبقة الحافظة من الالومنيوم، تعمل فيه حفرة وتحط فيه زئبق، بيعمل مثل شتلة، هو بسموها شتلة نيوتن، ها، او اسم، لا شتلة ديانا،
شتلة ديانا، بس اوقات تسمى شتلة نيوتن، يعني مثل شتلة وبتطلع لفوق، يعني منظر رهيب. يعني لو عندي فيديو كنت لعبته. حتى يقال انه نيوتن كان يعمل شجرات ديانا جرب يتوقع منه المستقبل. يعني نيوتن لانه يعني كان عالم مفطر على العلم، بس كان عنده ايمان في الكيمياء وهالامور يعني. وبدرجه 29 كمان بيقول لك انت تطلع على اسرار القدماء وعلى تجاربهم وجرب استخلص منها العبر، حتى لو تعتبرها زائفه او خاطئه، لانه في كل شيء مثل هكذا حكمه. اما بالعقل العلمي الجديد عنده كثير ترفع وغرور، يعني بيطلع على كل الاشياء هي بيعتبرها كذب وهلوسه وخرافه، مع انه هو العلم نفسه هو فيه، والفيزياء النظريه ما هي عم بتناقض خرافه. ففي دائما دائما الانسان بصير بمحل بعش ينتقد ذاته، بعش عنده تواضع، بعش يكسر حاله ويعمر حاله من جديد كل فتره، لا بصير مقتنع هو ملك، صار يملك الحقيقه المطلقه. يعني في ناس ملحدين اليوم على اليوتيوب تقعد معهم بتحس حالك قاعد مع سلفي، عنده هو الحقيقة المطلقة، عنده عدم وجود الله مثل واحد واحد يكون اثنين، يعني هو موضوع معقد، وجود الله معقد جدا، معقد معقد جدا جدا، مش مسألة سهلة. بس هني هذا التبسيط والغرور الزائد يعني هي المشكلة تراها عند المؤمنين والملحدين. انت يا مو بتشوفه عم بيضيع وقته، بس هو حتى يقال انه نيوتن بعض الحقائق الفيزيائيه اللي استخلصها هي كانت عبر قراءاته بالكيمياء والامور الاخرى وامور السحر. ما هو السحر بيحكيك عن النور والضوء كمان، فانت بتشوفه ضيع وقته، بس ما هو هو يمكن هو ما بشوف حاله ضيع وقته، بالعكس هو يمكن استقى منها حقائق علميه. يعني حتى حقائق معمارية المثلث وهالمثلثات ما هي موجودة في هذه الكتب القديمة. كانت كل مجموعة تخبي أسرارها بغطاء ديني ورموز أديان. أنت لما تفك شفرة الأديان توصل لبعض الحقائق المعمارية والأخلاقية والكيميائية، وحتى يمكن حقائق بالزراعة والأكل والطب والأعشاب. عرضنا مثلا بحلقة الكاثار، عندهم كان مانوسكريبت بعد لحد اليوم مشفرة محان عارف يخترقها، فيها صور أعشاب ودواء، ويمكن هاي تكون من معالم الطب المصري القديم أو الطب المسيحي القديم أيام المسيح. يمكن فيها أسرار طبية مفقودة نحن ما بنعرفها اليوم، يمكن الجو المخبري وهيك ما في يكتشفها. فأنا ضد الاستهانة في العلوم القديمة أو الثقافة القديمة، لأنه يعني العقل الإنسان أينما كان تجده خرافي، أينما كان. يعني لو كان عالم وفيزياء بتلاقيه خرافي، وبيخبر قصص عن خرافي ويصدق في القصص عن خرافي. تحدثنا في هذا الأمر سابقا. نعم، الثقة الزائدة هي من أسباب الجهل. يعني دائما الإنسان، يعني أنا حتى بالدراجات هذه قد ما أعطيت معلومات وقد ما حكيت في أشياء، فقط في أشياء يمكن بذاكرتي نسيت أحكي عنها، في أشياء يمكن أنا ما عرفتها وهي موجودة وهي مهمة. يعني كلما عرفت شيئا غابت عنك أشياء. يعني فأنت عليك دائما أن يكون عندك عين منفتحة للأمور الثانية. هن بالماسونية بيطلعوا على الأديان القديمة والسابقة لأنه بيعتبروها هي احتوت الظلال الروحاني، يعني كانت الدين الحقيقي. بعدين الرموز تشعبت واستعملت في طرق مختلفة ففقدت معناها ورونقها الحقيقي. فهني بكل شيء بيطلعوا لورا، حتى بالانيشيشن، حتى بدخول الدين بيطلعوا لورا. بالأديان القديمة ما كان دخل من مكان، كان دخل بس ناس مميزين يفوتوا ويحملوا أسرار. يعني قوة رجل الدين أيام زمان شو كانت؟ كانت انه هو عنده اسرار طبيه، بيعرف اسرار كيميائيه، بيعرف اسرار بالتنجيم، بيعرف هالاشياء. فالحاكم يستخدمه ويعتبره قوي على اساس هذا الشيء. ما كان مثلا مبشر بيقول لك بهذا الكتاب في كل ديننا خذه، مثل المسلمين اليوم مثلا، لا. يعني بالعكس، الرجل المسلم اليوم ما يعني ما ايام زمان ما كان بيقعد بلا شغل. يعني يجب ان تحتفظ في السر، يجب أن
في سر ما فيك تخبره لكل الناس، في شيء بده تعمق، في شيء بده تعمق روحي، في شيء بده تعمق فكري. اما اذا بتعطي سرك او بتعطي فكرك للعين وبتوزعه هيك، ثلاث ارباع الناس تفهمه غلط وبتفهمه على ذوقها. يعني فلسفه نيتشه مثلا، هتلر فهمها انه فلسفه عرقيه مثلا. طيب دقيقه بس. عشان سكرت الكاميرا. طيب خلينا نخلص، عندنا صرنا ب 30، عندنا بعد اثنين يعني 33، درجة 33 فخرية ما راح ادخل فيها. نيوتن ضيع بكتاب المقدس وقت كثير، كان عم يجرب يأول صح عم بي مجيء المسيح ونصوص القيامة وهيك تأثر فيها جدا. هلا خلينا الكتاب أبوكاليبس أوف جون مذكور في هذه الطقوس المتقدمة في الماسونية، بيعتبروا إنه في حقائق كونية كمان ورمزية، حقائق بالكيمياء كمان. أنا هذا نسيت أذكره، مثلا كتاب أبوكاليبس أوف جون يذكر بالدرجة 29 اللي هلا تكلمنا عنه. طيب يلا خلينا نفوت. هاي درجة ال 33 مش هالقد مهمة يعني، هي يعني أكثر فيها إذا بدكم وجدانيات. يعني هي اللودج يشكل على هيئة واستقبال أو لقاء بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين. الملفت يكون في مثل بانر، وبانر بالعربي يعني لافتة عليها انه حيوا صلاح الدين او شيء هيك، يعني تحيه لصلاح الدين واخرها اقتلوا صلاح الدين نفس الوقت، يعني حي صلاح الدين واقتلوا صلاح الدين بنفس الوقت. المعنى الاهم منه انه انت عليك في ايام او مراحل ان تجلس مع اعدائك، عليك ان تجلس مع اعدائك لو انت كنت بدك تقتلهم، لكن في شرف بالخصومه يعني. وبيحكي عن دور الأعداء في تقوية التنظيم، لأنه يعني الأعداء تبعك بينتقدوك، بيجربوا يضربوك بمواقع ضعفك، فأنت بتعرف مواقع ضعفك منهم. والأعداء كمان بيشهروك، يعني الماسونية اليوم مشهورة لأنه في كذا حمار بيطلع بيقول هنا بيتحكموا بالعالم، وهن تنظيم شيطاني، تنظيم يهودي وما بعرف شو. فلهيك الماسونية مشهورة، ما هالشهرة أخذتها كمان من أعدائها. لو هي شهرة، لو معلومات خاطئة، لكن تقعد انت معه للماسوني بيقول لك هي معلومات خاطئة وبيفرجيك الحقيقة، لكن هذا اللي بيكون عامل نظريات مؤامرة عنهم وما بعرف شو بيكون شهرهم يعني. فهيدي يعني هيدي اذا بدكم الزبدة من الدرجة. وبيحكوا اكيد عن دور حراس المعبد في حماية الكعبة ايام الغزوات الصليبية وحماية كل المقدسات. يعني حتى بقول لك انه حماية المعبد والمقدسات اهم من كل اعتبار، يعني حتى لو اضطررت ان تحارب مع المسلمين وانت مسيحي ماسوني، يعني يعني انت ماسوني لكن انت من خلفيه مسيحيه، فافضل عليك ان تقاتل جنب المسلمين لتحمي المقدسات على ان تحارب ضدهم لتدميرها يعني. وهون بصير في تلميح انه عن اصل حراس المعبد الصليب الاحمر. يعني حكينا نحن عن حراس، هن مع انه حراس المعبد ما كانوا يلبسوا الصليب الاحمر ببداياتهم، كانوا يلبسوا بس ابيض، بس بعدين صار يحطوا الصليب الاحمر بامر من بابا معين. على كل حال يعني بيوصلوا بس حراس المعبد وجماعه اللي كانت موجوده باليونان بتعبد ديونوسيس يعني. ففي حديث شوي عن حراس المعبد، بس بهيدي الدرجه هي نايت اوف كادوش او نايت كادوش، هي يعني اكثر شيء عن صلاح الدين الايوبي وعن تحمل الاعداء والتولرنس اوف انيميز، يعني تحمل يعني معلش يعني تونس بالعربي على المزبوط، بس يعني هي الانفتاح للاخر، وانه معلش تقعد مع عدوك تجلس معه في ظروف معينه يعني بهذا الموضوع. وفي حتى بهذه الدرجه نوعا ما تبرير للاسلام والغزوات الاسلاميه، يعني بيقول لك طيب انت يا مسيحي لما كنت قوي ما وكان المسلم بعده مبلش، كنت انت بكنيستك البيزنطيه تضطهده وتحاربه، لما انت المسيحيه تبعك صارت مريضه وضعيفه وغزا المسلم وربح المعارك المسلم وطير لك الصليبيين من الشرق الاوسط،
جاي تعتبره انت كمسيحي خطر كبير ودين سيفي ودين بالسيف ودين بالدم، بس ما انت دينك نفس الشيء. ما انت لما كنت قوي كنت عم تحكي غير الحديث. ففي نوعا ما في هذا الطقس او درجه ال 30 في نوعا ما دفاع عن الاسلام. طيب خلينا نشوف اذا في اسئله ونرجع لكم. انا عم اعلق عند الريستريم مش عم شوف التعليقات مزبوط، عم هيك عم طلعهم لاشوفهم، بس خلينا هذا الشيء صح. التولرنس يعني التسامح، صح، يعني معناتها التسامح وتقبل الاخر، ويعني معناتها كمان انه عندنا اعداء، بس اوقات بدك تقعد مع عدوك، اوقات السياسي بيضطرك تقعد مع عدوك، قاتل ابيك اوقات تقعد معه، يعني السياسة لها ظروفها، لكن هذا لا يعني يعني لا ينقص منك، يعني هالمعنى منها. وتحكي انه كمان عن كمان هون هي هون المسيحيين بهالدرجات المتقدمة، اذا رأيتهم المسيحي بيصير عنده مشكلة، يعني في دخول على الأديان الوثنية ودفاع عنها، طيب مع انه المسيحي بيعتبرها أديان كافرة يعني. بعدين بيقول لك هون انتقاد موجع للمسيحية، انه المسيحية ما هي صارت مريضة لهيك طلع الإسلام، لو المسيحية قوية مثل قبل ما كان الإسلام بين. بس في هذه حكينا عنها إذا بتتذكروا بالحلقة الأولى، حكى فيها ألبرت بايك عن تغير الأديان، الأديان كيف تتغير، المجتمعات كيف تفقد دينها، دينها بيتسع بصير عنده جمهور كبير، بس بصير عقله صغير، يعني بصير ما له قيادة كبيرة، بصير مثل الرجل المريض، يعني مثل اتساع الدولة العثمانية مثلا. فلما يتسع ويصير مريض، حركة جديدة ومنظمة جديدة بتعيش بأخراقه يعني، أو بالخرق تبعه أو بكسوراته، بكسورات جسد هذا الدين الكبير، وهي تطغى. فهكذا تتحول الأديان من بعضها لبعضها بسقوط الحضارة والمجتمع الذي يكمش هذه الأديان. يعني إذا فكرة العروبة والعربية وهالأشياء هذه تسقط، الإسلام بينزل معه، بيسقط معه، وقوة جديدة بتكسر الجوامع، الناس ببطلوا مسلمين. يعني عندك مثلا بدول الجزائر والمغرب وتونس وهودي، هلق هني مأخوذين في الإسلام والإسلام، تلاقي واحد مغربي عم يدافع عن الإسلام أكثر من واحد سعودي. الإسلام السعودي هو مبدأ وطني وديني، يعني هو الإسلام من السعودية بقول المسلمين يعني. لكن إذا الإسلام صار مريض وما بطل له سلطة كبيرة، بيتفكك من الداخل، منظمات من الداخل بتطلع، فرقة مثلا أمازيغ عندهم هم بده يرجعوا لديانة الأمازيغ والفكر التراث الأمازيغي. عندك بلبنان بيطلع لك فرقة مارونية بترجع للمسيحية، فرقة درزية بترجع للدرزية. من مصر بيطلع لك فرقة أقباط بترجع لمصر المسيحية مثلا، أو فرقة مصرية مسلمة بترجع للديانة المصرية القديمة، أو ديانة جديدة منبثقة فيها يعني عوامل مشتركة مع المصرية القديمة. فهاي بيهتر الإسلام من داخله، يعني الإسلام أساسا هلق وصل لمرحلة احتراق، مثل ما كانت المسيحية عم تهتري أيام صلاح الدين الأيوبي إذا بتلاحظوا يعني. وحتى لما يهتري الدين بيصير عندك بيطلع لك منظمات مثل داعش والنصرة، وهاي دليل على احتراق الدين، يعني هاي منظمات داخلية داخل هذا الدين هي براسها، لا الدين لازم يكون هيك، الدين لازم يكون هيك، لأنه شايفته فاشل، وهي شايفته الدين الإسلامي ناجح والدول الإسلامية ناجحة، ما كانت بتنشأ هالمنظمات. عنه هن المسلمين بيقولوا لك هذه منظمات إسرائيل عملتهم والدول الخارجية عملتهم، بيكبوا مصيبتهم على الناس التانيين يعني. بس حقيقة الأمر الموجع اللي ما بدنا نحكوا فيها إنه هو هيكلية الإسلام تتساقط، فهيك حروب داخلية بين المسلمين أنفسهم ومنظمات إرهابية بدها تطلع ليهتري نظام منه لجوا، بتيجي دين تاني، يمكن دين الصيني، يمكن الشيوعية الصينية، يمكن دين الهندوسي يعمل غزو لعنا ما بتعرف، يمكن ديانة المسيحية إذا هي المسيحية احتلت قبل الإسلام يعني، بس ديانة مسيحية مثلا عربية أو قبطية ممكن هلا تطلع من جديد.
يمكن إسرائيل نفسها هي دليل على سقوط الهيكلية الإسلامية، قدرة تغزي حتى القدس وتخدها، والعرب قاعدين عم بيلعبوا بأصابع إجرائهم. فيمكن عندك توسع لإسرائيل أو نموذج تاني، يعني جسد بيتكسر وبيهترئ ومنظمات جديدة بتطلع من هالك صورة وهي تطلع. هاي يعني إذا بدكم الباترن أو النمط المتناقل من سابقا لهلق، يعني أديان تسقط وحضارات تسقط وتأتي حضارات وأديان جديدة. طيب طيب أنا بس نكمل. فهي كمان هاي الفكرة كمان موجودة بالدرجة 29، بس أنا حنحكي بالدرجة 30 يعني هلأ. آه 31، خلصنا 30، خلصنا 30، حكينا ب 30. اهتراء الإسلام واهتراء المسيحية مذكورين ب 30. 30 بتركز على اهتراء وتساقط المسيحية. طيب ال 31 هي درجة قضائية تدخل بأفكار كونفوكيوس وسقراط وبوذا وتشريعهم للأخلاق ومبدأ أرسطو عن الأخلاق والوسطية في الأخلاق، يعني هيك يعني تعمق بفلسفة الأخلاق أو philosophy of morals. هلق أنا ما راح أحكي كثير فيها لأنه هيدي بدها، هي الحالة بدها حلقتين ثلاثة يعني. بس هاي المعنى منها، يعني الدرس الأهم فيها هي التروي في الحكم على الآخرين، لأنه الله بيحكمك أنت، يعني مثل مبدأ المسيحي، يعني الله يعني انت اخرتك محاكمه من الله، فتروى وتعاطف بحكمك على البشر. لكن هي يعني هذا رايناه بدرجات سابقه، يعني هذا درس مكرر يعني، لكن هي درجه قضائيه، يعني انت بتصير 31 بتصير انت فيك تحكم على ناس ماسونيين اخطاوا بدرجات اقل وما الى هنالك. فهذه اهميه الدرجه يعني، بس ليست مهمه جدا من هذه من ناحيه ثانيه، يعني غير انه فيها تعمق بالفلسفه الاخلاق. طيب درجة 32 وهي الأخيرة والأهم على ما أظن، يعني اللي هي الدرجة الأولى، أنا عم بنسى أقول أساميهم. الدرجة الأولى هي جراند انسبكتور انكويزيتور كوماندر. الانكويزيتور هو مثل حكم مثل قاضي التفتيش، يعني انكويزيشن محكمة تفتيش. فهي يعني هي بصير مثل قنصل، يعني بصير مثل إذا بدكم قاضي يعني. أو فبهاي الثاني هي سبلايم برنس أوف ذا رويال سيكريت، وهي يعني هاي درجة أنا بسميها درجة المجوسية، ومش المجوسية بمعنى السخيف بمعنى الزردشتية، لا، مجوسية بمعنى التعمق في شمعون المجوسي اللي هو كان ساحر بلاد نيرو. السحر وهو الطب القديم أو السر القديم، وكمان فيها تعمق في الطب العربي والهرمسية وتعمق في الكبالة وكتاب الصهار. وهلق هلق بس لأشرح شوي، يعني هي الدرجة الأخيرة، ما راح فيني فوت بكل هالأمور يعني، بس لأشرح أهم شيء منها. يعني هي أهم شيء، يعني هي تنتهي بتقول لك يعني الإنسان كمثلث، بتشوف الإنسان كمثلث، عندك طباعين، طباع خير وطباع شر، بيعتبروا الإنسان خط آخر، انت عليك ان توازي بين الطباعين. يعني نرجع لفلسفه ارسطو بالاعتدال والوسطيه، يعني ما لا, لا, لا تكون متطرف في الكرم ولا تكون متطرف في البخل، لكن تاخذ الخط الوسطي. هاي يعني شكلتها اذا بدكم، هاي الدرس النهائي منها. اما التعمق فيها ما نعمل حلقه لازم خاصه يعني، او يعني غير مرتبطه في هذه السلسله، هذه السلسله انتهت، عن الهرمسيه. هي بتربط هذه بين الماجاي مجوز مع الهرامس اللي كانوا في مصر، وبتربطهم مع الدرودز، الدرودز بأيرلندا. وهو كلمة درود كمان تعني ماجاي، يعني تعني صاحب علم. فهذه الهرمسية في مبادئ محطوطين على لوح الزمرد الذي يقال أنه يعود لهرمس، لكن في شك في هذا الموضوع. وهن مبادئ سبعة أعتقد، لكن هي مبادئ قديمة موجودة، لكن نرى حتى اتجاه نحوها عبر التاريخ يعني. وفي منها مثلا كما فوق كما تحت،
ومنها مثلا انه الانسان مثلا كون مصغر عن الكون الكبير، نموذج مصغر عن الكون الكبير. الاتوم، الخليه مثلا، مش الخليه، الاتوم العربي، الاتوم، شو يعني اتوم بالعربي؟ جزيئيات او شو بسموهم. المهم البارتيكل، الاتوم، هي مثلا نموذج صغير عن الكون الاكبر، يعني كما فوق كما تحت. طبع الانسان الشرير له طبع شرير فوق، طبع الانسان الخير له طبع خير فوق، مثل الفكر الافلاطوني عن المثاليات او الورلد اوف ايديالز. والعالم هذا هو انعكاس او وهم لهذا العالم المثالي الموجود فوق. يعني نرى الافكار الهرمسيه متناقضه، وحتى البولاريتي او الفكره الضديه، انه كل شيء له ضده، له نقيضه. يعني العتم هو ضد النور، البرد هو ضد الحر، الهدوء هو ضد الحركه، وما الى هنالك. وفي يعني البيرز اللي بيرافقوا بعض، التوائم اذا بدكم، او الـ ما بعرف شو يعني اسم بير بالعربي، انا يعني مخي مش عم يفرز ترجمه اليوم. ايه، ذره، الاتوم يعني ذره بالعربي، صح؟ في عندك البيرز، يعني المرأة والزوج والمرأة مثلا، هودي بير. وهو بخلق الإسلام إنه خلق العالم، خلقنا العالم ببيرز، يعني باثنين سوا، اثنين سوا. هذا الفكر مثلا موجود عند الهرامسة. عندك حتى عند فكر الهرامسة، عندهم فكرة حتى بيرز، عندك مثلا البوزيترون والنيجاترون وهالأشياء يعني. عند الهرامسة عندهم كمان فكرة الكثيف والرقيق أو الخفيف، وأنه فكرة الكيمياء هو أن تشيل الخفيف من الكثيف، يعني تشيل الذهب مثلا من الحجرة، بمعنى الكيمياء. ويقصد في الكثيف هو الجسد، يعني هو المادة، المواد. أما الروح نفسها هي الخفيف، هي اللطيف، هي العذب. يعني حتى في فلسفة بيثاغورس، إذا تدخلوا في فلسفة بيثاغورس، بيثاغورس بيحكي إنه الروح هي مادية. ما عنده بيثاغورس مثلا، ما بيفرق الروح عن الجسد، بإنه وحدة مادي وحدة روحي، لا، بيقول لك الروح هي مادة، بس مادة لطيفة جدا، فنحن ما فينا ندرسها بإطارنا المادي. ففي هيك في فلسفة الكثيف والخفيف، او السبلايم، نسيت الكلمه بالانجليزي الثاني، السطل والابيرنت يعني. فهذا المبدا. وبالكبالة عندك المبدا الاكتيف والباسيف برينسيبل، يعني هن البيرز او الاثنين المترافقين في كل شيء، لكل شيء ظاهر ولكل شيء باطن، الفكر الموجود عند الشيعة والدروز ايضا. فهذه الدرجه 32 الاخيره هي اختصار لكل ما ذكرناه، هي تعمق بكتاب الكبالة. على الكبالة وكتاب الزهار بدي يعني نعمل له حلقة مخصصة. نزلت حالي. هني بيقولوا هرمس مثلث العظمى. كمان ليش هرمس مثلث العظمى مثلا؟ حابب يعرف ليه؟ وهذا لقب مثلث العظمى هني بيستعملوه بالماسونيه، بيقولوا جراند بوتنت الكت. ايه، الصوت راح، نزلت حالي وانا بحط السلايدز. بس حكيت، بس قلته انه قلت انه في تعمق في كتاب الزهار، في تعمق في الطب العربي والهرمسية، وفي تعمق في المجوسية. بس أنا رح ما فيني أحكي عنهم بهذه الحلقة، هو بنعملهم حلقات خصوصي لهم. هذا قلته يعني. تعرفوا ليش هرمس مثلث العظمى؟ وهذا أمر يشرح في هذه الدرجة أيضا. لأنه يربط بين هرمس وشخصيات أخرى، بيثوث الإله المصري،
بهيرنز الملاك اللي بيرسل رسائل عند اليونانية، بمين كمان؟ بأهورا مازدا، لأنه أهورا مازدا يسمى هرمس كمان في الزرادشتية، فهو هرمس أو هرمس ليس شخص واحد عند الماسونية حسب تفسير تيموثي هوجن، هو ثلاث شخصيات وأكثر حتى يعني. يعني فلهيك هو مطعم في الثقافة الفارسية والهندوسية، يعني الثقافة المصرية القديمة والثقافة اليونانية والأوروبية القديمة. يعني هو هرمس جمع أو مثلث يجمع ثلاث علوم الأساسية الدينية، الهندوسية المصرية القديمة واليونانية أو الأوروبية القديمة. عند الإسلام هو هرمس بيسمى نبي إدريس، بس عند الدروز غير، دروز إدريس غير هرمس، ودروز بيستعملوا لقب هرمس الهرامسة لسيدنا حمزة، سموه هرمس الهرامسة بس كلقب يعني. ما في التعمق الدرزي بالهرمسية ما بيصير برسائل الحكمة، بيصير في كتب لاحقة أتت بعد رسائل الحكمة، كتب فيها الكيمياء، فيها طريقة صناعة قنبلة من الزيت، يعني فيها تفاصيل عسكرية وقتها، وفيها تعمق في الهرمسية، وفيها رسمة لسيدنا هرمس بهذه الرسائل. بس خليني ألقي لكم الصورة وأعرضها، هي أنا نسيت أحطها بالسلايد، نسيت أحطها بالسلايد بس دي. ما بعرف إذا فهد، ما أنا فهد كان بده يحكي عن الانفجار النيتروني بالكابالا وعن الأديان القديمة وعبادتها للطبيعة يعني، بس ما بعرف فهد وين. دقيقة، هي الكابالا فيها مثل نموذج بيحكي عن الانفجار النيتروني بالذرة، وفي يعني في تعمق اكثر، بس يعني احنا بنحكي عنه يمكن في حلقات لاحقه، بس راح فرجيكم صوره انهي فيها يعني الحلقه، بس ما راح اشرحها يعني، راح اتركها للعقول تشرحها، انا شرحت رموز وفلسفه كثير يعني وصوتي راح، فانكبروا انتم اشرحوها. طيب هاي موجوده عند الدروز، هاي بكتب، هاي من كتاب سري جاي بعد كتاب الحكمه، يعني يمكن هذه طيب، وهذه لهرمس بيعتبروه دروز من أسيادهم، والماسونيين بيعتبروه من أسيادهم، بس أعمل أبلود. ليش ما بينت عندي وين سيطلع؟ لك تويتر ما اوكي، ما سيفتاش مظبوط. طيب هنجرب هلق، ماشي يا بابا، لا هذا مش بدش تسيب، في مؤامرة كونية ما خليت تسيب عندي على الكمبيوتر مرة. أو يمكن مش بالستريمر ما عم بياخدها كصورة، والله بطلت أعرف.
ما بعرف مش عم تطلع الصورة، بعرف يمكن نعمل شير سكرين. نعمل شير سكرين ونبينها. ما هي بي ان جي يعني. ما بعرف. أو هلا وين هلا وين طيب ما بعرف ليه ما كان عم سيف، ما بعرف ما بعرف، يمكن لانه الفايل اكستنشن ما بيعرفوش، ما كانش بي ان جي، حولته بي ان جي. طيب هاي الصورة، هذه الصورة كمان بدي اصحاب العقول يجربوا يفسروها فيها. هي من كتاب درزي بعد رسائل الحكمة، هي تدل على سيدنا هرمس، هو يعني هرمس مثلث العظمى، هرمس ثرايس جريت بالانجليزي. جربوا فهموا لي انتم شو معنات الحروف عين واو سين ولام، شو معنات الارقام الموجوده، شو معنات الرسمه. خلينا نشوف، خلينا نبلش اول شيء بالحروف. الحروف شو معنات عين واو سين ولام؟ عسول. طيب هاي نتركها معكم، انا راح افسرها. نحن شرحنا نقول احرف، شرحنا احرف عند ال يعني راح اعطيكم هنت، يعني تقريبا هنت، مش هالقد هنت، بس نحن شرحنا بالدرجة الرابعة اذا بتتذكروا باول حلقة هالاحرف H T W S S T K، وهي حرام تايرن ويدوز سان سندث تو كينج سولومون، هي ختم. فهل الصورة اللي أنا فرجيتكم إياها هي ختم مثلا؟ ما بعرف، أنتوا قرروا. رح أرجع أفرجيكم الصورة مرة ثانية. حاجة أفرجيكم صورة مرة تانية وأنتم هلا هاي بين النجوم، بين الأبراج والنجوم، حواليها أبراج ونجوم، وفي الدائرة ومقطعة 4 قطع، ورقم 4 حكينا عنه بالمجالس السابقة، رقم 4 مهم جدا يعني. وفي عندك حرف عين واو سين ولام، هل هو ختم؟ هل تقرأ عين سين لام وواو، أو هل تقرأ عين واو لام وسين؟ هاي بتركها معكم يعني. أما الخلاصة، يعني الخلاصة بدناش نطول، الحلقة الأخيرة كانت ساعتين وشوي.